صوت على مشروع قانون رقم 113-12 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون، فليتفضل. مشكورا، تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. سيد رئيس المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمين، بغيت أولا وقبل كل شيء نشكر سيد رئيس لجنة العدل والتشريع وسيدات والسادة أعضاء اللجنة على العمل المهم والمضني اللي قمنا به جميع من أجل إخراج هذا النص المتعلق بالهيئة، هيئة محاربة الرشوة، إخراج المشروع اللي هو أمام أنظار المجلس. ولم يكن الأمر سهل، حيث أن الحكومة أمضت أكثر من سنة ونصف في ضبط هذا النص وتهيئه مع مختلف مكونات الإدارة العمومية، ووضع في شهر يوليوز أمام مجلسكم الموقر، واشتغلت اللجنة، لأنه في التقرير كيقول اشتغلت 25 ساعة، ولكن أكثر من هذا الشيء. خدمات اللجنة في مناقشة عامة مهمة وكان عندها وقع، وكذلك أثناء تقديم مناقشة الفصول، ثالثا أثناء مناقشة التعديلات، وبعدين صادقت اللجنة على المشروع المعدل. كان لابد من أن الحكومة تسجل هذا العمل المشترك اللي قمنا به جميع. احنا أمام واحد الهيئة من الأهمية بمكان، وحاولنا منذ البداية أن نظرا لطبيعة هذه الهيئة والمواضيع اللي غادي نتكلم عليها واللي غادي نتطرق لها، أننا نعملوا عمل مشترك في إيجاد صيغة مشتركة لهذا القانون، لأنه هذا الموضوع ما كيهمش أغلبية أو معارضة، أو كيهم مواطن دون مواطن آخر. وهاد الهيئة رغم المكانة اللي عطيها الدستور، هي واحد الهيئة في نفس الوقت من الخطورة بمكان، لأنها غتلم بواحد العدد ديال الشبهات وواحد العدد ديال المواضيع اللي الناس كتبادل فيها الرأي وكترمى فيها الكلام، وبالتالي كان لابد أننا جميع نضبطوا هاد الهيئة. كنبغي نسجل أمام المجلس بين أنه وصلنا لواحد صيغة توافقية في العناصر الرئيسية ديال هاد المؤسسة، العناصر الرئيسية. وقع واحد الأخذ والرد في ضبط بعض المفاهيم، ولكن الآن وصلنا للنتيجة اللي هي أمامكم. كانوا جوج ديال الخيارات أمامنا، خيار أنك تعطي لهذه الهيئة الولاية العامة، أي تدخل في اختصاصات السلطات الدستورية أخرى، وبالخصوص العدالة، أو أنك تدير واحد المؤسسة كتعاون مع جميع المؤسسات، مجلس النواب، مجلس المستشارين،
البرلمان، القضاء عبر النيابة العامة. هذا الخيار هو اللي وصلنا له الحمد لله في هذا المشروع، هو أن هذه مؤسسة تتبع دستوري تعطتها إمكانيات باش تكون مكملة ومتعاونة وكتنمي العمل ديال الإدارة وكتفيد المؤسسات الدستورية الأخرى. هذا واحد الشيء من الأهمية بما كان نسجلوه، لأنه البلاد ديالنا غتدخل لواحد المرحلة من خلال هذه المؤسسة مهمة جدا. ثاني كان نقاش حول مفهوم الفساد، لأن هذه الكلمة مطلقة على هكاك في السماء، فساد الفساد الفساد، ولكن هذه الحوايج هذه كيخصها تكون خاضعة ومضبوطة للقانون. النظام اللي عندنا اليوم احنا في المغرب هو عندنا القانون الجنائي كيشرح الفساد وكيحدد المواد اللي كيطبق عليها النوعيات ديال الفساد، من الرشوة الى الغدر الى بلا ما نطولش عليكم، وبتوافق وصلنا الى ان نطبقوا القوانين الجاريه بها العمل والتشريعات الاخرى التي يمكن ان يفهم منها مواجهه الفساد والرشوه والغدر الى غير ذلك. هذه هي الماده 4، كانت هذه الروح، هذا هو الروح ديال هذا القانون. الفكره الاخرى واللي مهمه جدا هي هذه المؤسسه اش من مكان بغينا نعطيوها، ولذلك جاء الخيار ان هذه الهيئه يكون فيها 12 ديال الناس، وحدد القانون هو امامكم، مشروع القانون هو امامكم، المواصفات اللي خصها تكون في هذه الناس. واش نحتفظوا على التجربه القديمه اللي كانت مفتوحه ولكن كتعرض لقضايا الناس وقضايا المواطنين، او نردوا واحد الهيئه عندها واحد المكانه وواحد الحرمه لانها غادي تقرر في حياه الناس وفي مستقبل ابناء الناس المرتبطين بهذا بين قوسين الفساد طبقا للقانون اللي محدد، لانه راه ما كنشرعوش فقط لهذاك اللي مفسد، كنشرعوا كذلك لواحد الحاجه اللي تخلي الوقايه لولاد الناس اللي هما ما داروا والو في الفساد وتبقى ملصوق فيهم واحد العدد ديال الحوايج. دونك حنا امام واحد القانون خطير جدا، لانه حنا راه ماشي في هيئه التعليم او في المنافسه او في حقوق الانسان، هذه راه الملفات اللي غادي تكون معروضه على هذه الهيئه، فيها قضايا الناس وقضايا عائلتهم وقضايا ديال اسمو. دونك هذه النقطة هذه جوهرية تاعي. النقطة ما قبل الأخيرة هي التبليغ، طريقة التبليغ. كان عندنا نقاش حاد فأننا نبلغوا، يبلغ الإنسان بلا ما يكتب الاسم ديالو. هذه القضية هذه تدار هكا في هذا المجال راه صعيب، لابد هذاك اللي بغى يبلغ اما تقاس بالرشوه، اما علم بفساد او اسلوب للرشوه، انه لابد يعلن على الاسم ديالو ويعلن على البطاقه ديالو، اي يعرف بنفسه. وقع عندنا اشكال ولكن تغلبنا عليه الحمد لله، هو هذا السيد هذا خصو تكون عنده الحمايه، ماشي حيت بلغ يجي غدا شي واحد ينتقم منه، كان في الاداره ولا كان مواطن ولا. وصلنا لاتفاق على مستوى جميع الفرق اننا نعطيه الحمايه الموجوده في القانون الجنائي للشهود والخبراء، 4 ولا 5 ديال الانواع ديال المبلغين لهذه المؤسسه. ولذلك ما قبلناش بشكايه اللي
ما يكونش متحمل مولاه المسؤولية. ولكن المواطن اليوم اللي غيبلغ الشكاية عنده حماية قانونية اللي هي نفس الحماية اللي عند الشهود في الجنايات وفق القانون الجنائي. هذه راه واحد الشيء مهم، راه يمكن يكون عنده الحراسة، الدولة مجبرة تعطيه الحراسة لما يقرر وكيل الملك أن هذا السيد، وكيل جلالة الملك أن هذا السيد كيخص يتحمى لأنه بلغ. دونك الحماية للشهود وال قلت لكم الفكرة الأخيرة هي متعلقة بهذه المؤسسة أنها تفيد الحكومة وتفيد البرلمان بمجلسه وكذلك المؤسسات الدستورية الأخرى بكل مقترح وكل توصية لمقاومة هذه الآفة اللي كتنخر الاقتصاد ديال عدة دول، واللي في العالم الثالث كتمس كرامة الناس، كتمس الكرامة المواطن. هذه بعض الأشياء اللي موجودة في هذا النص. طبيعة الحال أنتم تبعتوه كل نقاش اللي كان إما في الإعلام إما في منتديات إما واللي حرصت الحكومة تكون حاضرة في كل منتديات من نهار نزلنا هذا القانون باش نحاولوا نفسروا للجميع الغاية. والآن أمامكم واحد العمل، وخا الإخوان في المعارضة امتنعوا على النص برمته، ولكن واحد العمل مشترك اللي قمنا به جميع. طبيعة الحال كيبقى المواقف السياسية هذا مشكل آخر، ولكن واحد العمل اللي حاولنا نقوم به جميع رغم الصعوبات ديالو ورغم المقاربات ديالو ورغم الطموحات. ولكن احنا في البداية الطريق، احنا اول مرة غادي تدخل بلادنا بواحد نمط ديال مؤسسة ذات طابع دستوري، اقرها الدستور ذات طابع دستوري، غتدخل لواحد الممارسة وب 12 عضو ماشي الهيئة القديمة مفتوحة هي كتكلم. لا، هذه لما تضبط الملف ديالها غتحيلو على النيابة العامة وبالتالي غيمشي القضاء. ودرنا الاحتياطات باش حتى تمشي الموضوع للمحكمة عاد بدا يتعرف، ودرنا احتياطات قانونية حنا كلنا في اللجنة ديال التشريع باش تكون واحد الضمانات حتى عند ذاك اللي محطوطة به الشكاية بين أنه ما يكون معروف المحتوى ديال الملف ديالو ديال القضية ديالو حتى يتعرض أمام القضاء. والقضاء ديك الساعة هو اللي فوق الجميع، والقانون هو اللي فوق الجميع، والقانون اللي كيصبر عليه اللي كيسهر على التنفيذ ديالو هو القضاء. سمحوا لي طولت، ولكن راحنا بصدد واحد المرحلة مهمة من تاريخ بلادنا. شكرا. شكرا السيد الوزير. الكلمة تفضل السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. هذا المشروع يتضمن 43 مادة وزعت على 7 أبواب: أحكام تمهيدية، مهام الهيئة، أجهزة الهيئة والتي تتكون من مجلس الهيئة ورئيس الهيئة ومرصد الهيئة، ثم باب آخر يتعلق بتلقي التبليغات والشكايات وإجراءات البحث والتحري، وهذا أطول باب في هذا المشروع، وأخيرا أحكام
ختامية وانتقالية، هذه بصفة عامة هي مضامين هذا المشروع. وقد أبانت المناقشة المستفيضة التي تعامل بها ممثلات وممثلو الأمة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع هذا المشروع، وأبرزت أن هذا الورش يشكل إحدى البنيات الأساسية التي يتوقف عليها بناء مغرب دستور 2011، المغرب الذي يطمح إلى أن يقطع مع كل أشكال الفساد، وذلك من خلال بناء مجتمع ديمقراطي تقوم فيه المسؤولية على المحاسبة. وهو ورش لا يمكن أن تتحقق النتائج المتوخاة منه إلا على أساس بناء مستمر ومتواصل بصبر وتؤادة، يكون عماده الأساسي دولة الحق والقانون المبنية على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور. ذاك هو الخيط الرابط بين كل تدخلات السيدات والسادة النواب خلال مناقشاتهم لهذا المشروع، إذ وبعد أن توقفوا عند السياق العام لإعداد هذا النص حاولوا ملامسة الفساد تعريفاً ونوعاً وإشكالات، بحيث اعتبروا أن هذا الأخطبوط الذي يظل ينخر الجسم المجتمعي ببلادنا يقتضي الحرص على إخراج الهيئة في حلة قوية وفعالة تجعلها قادرة على مواجهة هذا الداء المستشري. كما ناقش السيدات والسادة النواب مختلف آليات الهيئة المنتظر ولادتها بعد المصادقة على هذا المشروع، بدءاً بمهامها وأجهزتها ومروراً بآليات تلقيها للتبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري ووصولاً إلى تنظيمها الإداري والمالي. وقد أثارت بعض القضايا خاصة المتعلقة باستقلالية الهيئة دستورياً وعلاقتها ببعض المؤسسات الدستورية نقاشاً مستفيضاً، إلى جانب بعض التحفظات التي سجلها بعض السيدات والسادة النواب عن الاختصاصات الممنوحة للهيئة أمام ظاهرة الفساد المتشعبة، مؤكدين على ضرورة تمكين الهيئة من آلية فعالة وحقيقية للقيام بمهامها. وفي معرض جوابه على مناقشات السيدات والسادة النواب أكد السيد وزير الشؤون العامة والحكامة عن استعداد الحكومة لقبول كافة التعديلات التي يمكن أن تؤدي إلى تجويد النص بما يخدم المصلحة العامة وبما يجعلها أداة قادرة على القيام بالمهام الجسيمة المنوطة بها، كما شدد على أن من شأن تقوية آلياتها أن يحميها ويساعدها على ممارسة اختصاصاتها دون المساس بمهام المؤسسات الأخرى ودون المساس بأعراض الناس وممتلكاتهم. هذا وقد استغرقت المناقشات حوالي 26 ساعة على مدى 5 اجتماعات، خصص الاجتماعان الأولان منها لتقديم المشروع وللمناقشة العامة، في حين خصصت الحصص الباقية للمناقشة التفصيلية والبت في التعديلات. ولا يفوتنا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كافة السيدات والسادة النواب المحترمين أغلبية ومعارضة على المجهود الكبير الذي بذلوه في مناقشة مواد هذا القانون، وعلى الجدية التي أبانوا عنها عند التصويت عليه، وكذا عن جو التفاهم والتوادد الذي ساد مختلف اجتماعات اللجنة. وشكرا على استماعكم. شكرا سيد النائب المحترم. سيد الرئيس، معذرة غير بعد تلاوة التقرير وبعد اطلاعنا على التقرير بعض الأخطاء المادية أرجو الانتباه إليها، ويتعلق الأمر بالمادة 3 الفقرة 12 الصفحة 2 أو السطر 10. يعني ما كنديروش في القانون ديالنا وحنا كنشتغلوا ما كنديروش الحذف، كنكتبوش الحذف. فين كتكلم السيد الرئيس؟ كنتكلم السيد الرئيس على 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 التقرير اللي لعبتونا. نعم. النص الاخير كما صدقت عليه اللجنه. نعم. في الصفحه رقم 2 السطر 10 اولا الفقره 12 اللي بغيتي تهدا مكتوب تما الحذف.
ما كنكتبوش حنايا في النص ديالنا الحذف. نعم. فكنعتبر هذا خطا مادي المرجو الانتباه اليه. الماده 4 يحذف الحذف من ال... اي من يحذف الحذف من ال... كاين كذلك السيد الرئيس الماده 4 هاك السيد الرئيس هاك المادة 4 كاينه جوج الكلمات السيد الرئيس في الصفحة 3 الصفحة 3 حتى هي كنظن أن المقرر ولا الإخوان ديال الإدارة مشكورين كتبوا هذاك الشيء اللي قال السيد الوزير بالحرف. حنا منين وسعنا المفهوم ديال المادة 4 قلنا المنصوص عليه في التشريع هذا وكذلك الجرائم الفساد الأخرى المنصوص عليه في التشريعات الخاصة ما يمكنش نديروا في القانون ديالنا الحالية والمستقبلية. فهذه هذا تعبير شفوي ماشي قانوني لذلك ارجو الانتباه اليه. شنو دابا شنو المقترح السيد الرئيس؟ حذف هذه الحاليه والمستقبليه كخطا مادي. اذا في تشريعات خاصه. اه راه تفيد الحال والمستقبل. داك خطا الخطا الثالث السيد الرئيس الماده 19 الفقره الاخيره صفحه 9 صفحه 9 يعني بمادة 19 حذفتها هي فيها الحذف. هنا كان كيقصد احنا حذفنا شي حاجة. صفحة 9 صفحة 9 الفقرة الأخيرة بمادة 19. أها واش عندك بحال ديالنا؟ أه التتمام مكتوب الحذف. أو الشكاية بالحذف. أو الشكاية بالحذف ما نحذفوا الشكاية ولا نحذفوا الحذف؟ لا الحذف. حذف السيد الرئيس. كذلك المادة 35. صفحة 14 كلمة 35 سيد الرئيس كاينة في صفحة 14 صفحة 13 عفوا صفحة 13 كاينة في المادة ديك محكمة النقد نحذفوها؟ لا نحذفوا الحذف سيد الرئيس نحذفوا على الحذف حيت هذاك الذي حذف راهي محكمة استئناف. نعم. ودرنا بلاصة محكمة النقد، لذلك أرجو انتباه لهذ الأخطاء الأربعة المادية، شكرا سيد الرئيس. شكرا، إذا تسجل الأخطاء تصحيح الأخطاء المادية بلاتي. واخا أنا سمعتك، صافي. نعم السي وافي. البارح من حيث كنا كنناقشوا في اللجنة، كان السيد الوزير كيتكلم وكيدير تعديل مكتوب وكيقراه. وكنا كيتسجل وكيتكتب هذه الصيغه هي نفسها اللي قال الوزير ما تصرفناش فيها بحال الفصل 4 الخاصه الحاليه والمستقبليه. لا 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 شوف شفت قالوا خليه تقدم السيد قالها كتبها بيدي دوي معايا انا دوي معايا نعم السيد الرئيس نعم وكلكم اغلبيه دوي معايا انا اعطيك الكلمه ولا نحيدها لك تفضل هذا ما كان دفعنا على الوزير هذا هو المشكل تفضل كما قرا الصيغه السيد الوزير نقلناها دابا واش هذا خطا مادي الان حنا النص وطلع عليه وداز واش وداك الحذف هو تعديل كتكلم على الماده 4 دابا اي الماده 4 حتى ديك الماده الحذف لان السيد الوزير من حيت جا قال الحذف لان الحذف تعديل النص من حيت جينا قلنا الحذف لان حد ذاته تعديل داك الشيء علاش سجلوه ما يمكن ليناش نتصرفوا او يتصرف شي واحد السيد الرئيس ما يمكنش يتصرف شي واحد لا ماشي مشكل دابا واش عندنا السلطه دابا واش عندنا السلطه القانونيه باش نتصرفوا في واحد النص كما صرح به الوزير بعد الاتفاق واعتبرنا بانه تعديل ديال اللجنه ونجيو للجلسه العامه ونتصرفوا او نعتبروا هذا النص ملزم لنا وديك الساعه تيجي في القراءه الثانيه ونصححوا دابا اختاروا شنو بغيت ديروا غير ما نتصرفوش في السلطه اللي عند اللجنه فقط هادشي كنقول شكرا سيد الرئيس سيد سي عبد القادر واخا اولا المساطير واضحه عمليا الذي اوقعنا في هذه الاخطاء الماديه هو الارتباك اللي خلقته الاغلبيه حيث انه كان مفروض يكون الاجتماع اسبوع قبل وجينا تلقى عاد الاجتماع ونعلم بتاجيل الاجتماع بشكل اني الشيء اللي ما خلاش وما مكنش لا الموظفين ولا الاداره من المتابعه وناخذوا الوقت ديالنا الكافي وتم استدعاؤنا البارحه على عجل
باش نشتغلوا ونوجدوا باش تكون على الاقل شي انجاز في هذه الدوره. وقلنا ما يمكنش، ولكن قالوا لنا السيد الرئيس ما عرف واش في علاقه مع الحكومه تيطلبكم. قال لكم اسيدي الله يجازيكم. قلنا وبما ان الرئيس متفاهم في عدد من القضايا الله يسامح، ولكن باش نجيو نخرقوا المسطره ونقدموا تعديلات اللي خصو يعدل، اما تعدل الحكومه اما تخسر شي يرجع للجنه. اما نجيو الان هذا الشيء داز داخل اللجنه ونديروا مسطره ونعتبروها في الاخطاء الماديه نهضروا الحذف وكذا ما كاين مشكل، ولكن الحاليه والمستقبليه وان كنا نتفق مع المضمون ولا تكون في الماده القانونيه، ولكن نختلفوا في المسطره. المسطره اما ان نرجئ هذا ونعيد الامر الى اللجنه ونشتغلوا ان شاء الله في الدوره المقبله وندوزوا هذا الموضوع، واما انه نجيو اي حاجه بغينا بانتنا كتعديل ونجي نقولها اما في خطا مادي، خطا مادي في الفاصله وفي الحذف وفي كلمات غير. اما عندما تكون كلمات لها دلاله ولها معنى ولها مقصود وان كانت غير قانونيه هذه ماشي مسؤوليتنا احنا ولا مسؤوليه ذاك الموظف اللي كتب، هذه ديك الساعات يخصها تراجع. اما الان وصلنا النص، اذا عندنا جوج اختيارات، اما غنشتغلوا في هذا الموضوع هكا ونغي هذا او لا خصنا نرجعوا للجنه. وشكرا. شكرا سيد مقرر اللجنه. السيد الرئيس بغيت غير نعطي بعض التوضيحات كمثال. الماده 35 اللي وقع فيها حذف، غير باش نعطي الماده 35 شنو فيها. يؤدي رئيس واعضاء الهيئه والمقررون اليمين القانونيه امام محكمه النقد بالرباط. هذا الشيء اللي كان في الاول. محكمه النقد ما كاين جوج ولا ثلاثه، اذا كلمه بالرباط زائده، لهذا تقرر حذفها. فلهذا في الاداريين ملي حذفنا كلمة الرباط داروا حذف، إذا معناها حذف ماذا؟ حذف كلمة الرباط، لأن محكمة النقد لا داعي للقلو في الرباط، راه ما كاين غير وحدة. في هذا التوضيح. فيما يتعلق بالمادة 3 كذلك، حذف معناه تم الاتفاق على حذف هذه الفقرة، لماذا؟ لأنه منصوص عليها في المادة 39. إذا تلافي للتكرار تم حذف هذه الفقرة، و للتوضيح والبيان تمت الإشارة بأن راه الفقرة اللي كانت في النص الأصلي تم حذفها فقط، إذن هذا مجرد تصويب، تصويب فقط. فيما يتعلق بالمادة 4، المادة 4 أعطت واحد التعريف للفساد، كتقول تتعلق ببيان مفهوم، تتعلق بين مفهوم الفساد وتعداد حالته. النص الأصلي شنو كان؟ أعطانا 4 الحالات ديال الفساد، وهما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ أو الاختلاس أو الغدر. إذن بعد النقاش داخل اللجنة تمت إضافة واحد الفقرة، وتمت إضافة وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الخاصة. السيد الوزير في الشرح ديالو في التوضيح ديالو قال مجرد توضيح الحالية والمستقبلة، فهذه الكلمة ديال الحالية والمستقبلة أضيفت وكأنها مع أنها هي مجرد شرح وتوضيف، لهذا يتعين تجويد للنص حذفه خطأ مادي، يجب إزالة هذه الكلمة ديال، لأن حتى الصياغة القانونية غير لائقة، الحالي والمستقبلي غير لائقة. هذا فقط. شكرا. شكرا. إذا السيد رئيس، نعم السيد رئيس ما فيها بس ما شفتكش. شكرا السيد رئيس. الكلمة أعطيت للمقرر لتقديم قناعاته أم لتقديم ما عمله كمقرر، باش غنميزو. انا ما عرفتش لان شد واحد الورقه وبدا تيقول في 4 راه خصنا نديرو هذه وفي 6 وفي 35، باغي نعرف واش تدخل هو تدخل المقرر الذي تابع هذا النص وبمقتضاه يقدم لنا التوضيحات عما جرى كمقرر، او يقدم لنا اقتراحات جديده من اجل تجويد وتحسين النص. هذا الشيء اللي بغيت نعرف. تفضل السيد. انا راه قلت له السيد المقرر، ما قلت له السيد النائب، اذا اعطيته الكلمه بصفه مقرر. تفضل. ما تم توضيحه تم توضيحه بصفتي كمقرر، وما راجع اثناء المناقشات وما تم تدوينه وما تم تصويبه فقط. شكرا. نعم السيد النائب. شكرا سيد رئيس. ما سمعناه الآن من سيد رئيس الفريق يتعلق بتعديل وليس بخطأ مادي. رئيس الفريق ولا المقرر؟ لا، رئيس الفريق.
سيد رئيس فريق رئيس فريق تكلم بحاله بحال هذا دابا المقرر هو الذي يعتمد كلامه. لا على كل سواء ما أشار إليه سيد رئيس فريق سيبوانو دكتور بوانو أو سيد المقرر لا يمكن أن يفسر إلا بتعديل، والمسارة في التعديل واضحة، الأمر يتعلق بأخطاء مادية بل بتعديل، والتعديل له مسطرته. لذلك كان كنلتمس من سيد الرئيس سارع على احترام المسطرة. شكرا. شكرا سيد النائب. إذا إذا سمحتوا هناك كلمة الحذف هي لا تكون في القانون يا كسيدي، أعمال العقلاء تصان على اللعبات. إذا سنحذف الحذف. إذا الكلمات الواردة هنا ديال الحذف تعني أن حذف الفقرات التي سبقتها، واش متفقين عليه ياك السيدات والسادة النواب؟ كيبقى لنا المادة 4. المادة 4 هناك أمران، هناك أمران إخوان أعضاء اللجنة هم الذين تابعوا هذا النقاش ماشي أنا، أنا بحالي بحالكم. إما سنعتبر التصريح الذي جاء به السيد المقرر بأنه في التشريعات الخاصة وبأن الكلمتين الحالية والمستقبلية زعما لا تغير من معنى النص، غير هي ما كتكونش في التشريع، والسادة الأساتذة المحامون زعما كيعرفوا هادشي، ما يمكنش التشريع الحالي والمستقبلي كأنه كاين شي استثناء آخر. إما غنحتفظوا عليها بها كما جاءت وما عندي حتى شي مشكل، وإما غادي نعتبروها تفسير ديال السيد الوزير وغادي نحذفوها، ولكن انا مشي معكم بعيد، ما نحذفوهاش، نخليوها كما جاءت في النص، السيد الوزير يعدل لها في مجلس المستشارين وانتهى الكلام، وببساطه وما كاينش شي واحد كيخرق المسطره. ونمر الى المداخلات باسم نعم السيد الوزير. انا ما كنتش ناوي نتدخل في هذا الموضوع لانه هذه اداه التقرير ديال اللجنه المحترمه، ولكن غير بغيت نقول واحد الجملة. ما نبغيش يتسجل على مجلس النواب هاد العبارة اللي أنا استعملتها في التفسير، أن هاد الباب هذا في المادة 4 إلا خلق شي قانون في المستقبل تعبير ديالو النتيجة ديال الصياغة ديالو راه كيولي من اختصاص، ولكن لكم واسع النظر، راه ما كيكتبش الانسان في القانون، وهذا مجلس محترم وفيه كفاءات، لابد نثير انتباه انه راه ما كتكتبش هذه الكلمه في القانون ديال المستقبلي، علموا عند الله. ولذلك لكم واسع النظر. انا غير اللي لا ما يديرش تعديل، انا غير اللي تنبيه كذلك السيد الوزير الا سمحتوا. الا سمحتوا الله يخليكم، راه كنديروا شي حوايج، كنعملوا شي حوايج خطيره جدا. راه اليوم النائبتين المحترمتين الامينتين رفضا ان يجلسا لانه تم التشكيك فيهما، واليوم كنشكوا في المقرر ديال اللجنه، وغادي نبقاو نشكوا بعضنا البعض، وما غاديش نثقوا بعضنا البعض، راه ما يمكن لينا شي نديروا هذا. انا عندي مشكل اليوم، سمحوا لي الله يخليكم، من حق الجميع أن يقدم رأيه، من حق الجميع أن يعترض على شيء، من حق أنا غنعطيك وأنا كان هضر السي عبد القادر، تفضل السي عبد القادر، نهار اللي توصل عندك القناعة تسمعني تنكمل ونعطيك الكلمة تتشبع يمكن لينا نشتغلوا. درتي نقطة نظام شفتك نكمل كتقاطعني في المداخلة ديالي، لا شفتو كنشوف ما يمكنش نشتغلوا بهذه الطريقه. تفضل السي تفضل السي عبد القادر. لا ما تفضل يا سيدي، تتخلي شي واحد يكمل. سيد الرئيس، احنا اعمال العقلاء تنزاو على اللعبات، مقرر نحن اعضاء اللجنه، المقررين من مسؤولياتهم، رغم انه راه الاسراع اللي تؤدينا ليه تؤدي الى هذا الارباك. المقرر خصو يراجع النص قبل تقديمه، قدم التقرير ولم يتم الاستدراك اثناء التقديم، والذي استدرك السيد رئيس من بعد ما دار التقديم ديال التقرير، لانه حتى بغيت يوقع اخطاء بتجي المقرر يقدم تيقول الساده النواب
راه وقع واحد الاشكال تيوقع السيد راك. حنا المجلس خصو يدوز نص اساسي كيف ما قال السيد الوزير ما تكونش فيه شي حاجه اللي هي معيبه. ولكن شنو هو الوجه ديال الاستعجال؟ اذا نعملوا النظام الداخلي، نرجعوا الموضوع الى اللجنه ونناقشوه ونقادوه ونصوبوا، ولا كان هذه الاشكاليه لانه مرتبطه بالارتباك، لانه ما يمكنش نجتمعوا البارح في 10 الصباح وفي العشيه جلسه تشريعيه ونجيو نقدموا هذا الارتباك ديال السرعه ديال اخر اللحظه هو اللي تيؤدي الى هذا. اما عمليه ما فيها لا تشكيك الاول، وكاينه مسطره. المسطره واضحه، عندما يقدم تقريرا مكتوبا ونحن اعضاء اللجنه والطريقه ديال الاشتغال في اللجنه بدا نتجاوزوا المساطير، تلقى قوه الهضره وقوه الكلام ما تنضاش نضبطوا فينا هو اللي تعديل فينا هو اللي ماشي تعديل. لهذا الامر ماشي مساله ديال التشكيك، مساله ديال المساطير، وهذا الشيء غيولي عاده. حنا راه ما عندناش مشكل في المعارضه، راه عدد من الامور تعجبناش هنا في الجلسه نبداو نطرحوها وباللي نقدموا تعديلات ديالنا جديده وغيولي عرف على انها اخطاء ماديه. لهذا تنظن الموضوع راه ماشي بهذه الطريقه ديال التشكيك وكذا وسميتو، راه مساله ديال اعراف وتقاليد لا فيما يتعلق بالبارحه ولا في اليوم ما فيها حتى شي عيب، لانه كون كان ما كاينش مشكل ما نديروش كاع علاش كاين هذه المعارضه والاغلبيه ما فيها باس. حنا نختلفوا في عدد من القضايا، اذا المساله الطرح اللي طرحه السيد الرئيس البارح واضح واللي ما عجبوش هذاك شغاله، ولكن حنا المساله ماشي مساله ديال الثقه ولا ديال الحسن النيه، من الحزم سوء الظن. شكرا. سي عبد اللطيف السيد الرئيس. شكون؟ السيد الرئيس تفضل. شكرا السيد الرئيس، انا تندخل لانه وقع التعقيب عليا وعلى تدخل صرحت به البارحه، وكانه خصنا نأنبوا ولا نأدبوا ولا لا، لابد من التوضيح. السيد الرئيس، إلى مساطر التي نستهين بها هي التي تحمي الحقوق. حنا المحامين تنعرفوا أن اللي تيحمي حقنا في الحريات وحقوق المواطنين وكذا هي المسطرة الجنائية. المسطرة الجنائية هي تضمن له باش، والمسطرة هنا هي اللي تتحمي حقوق الديمقراطية في هذه البلاد. إذا كان بمنطق التشكك ما عندنا علاش نديروا برلمان، حنا غنشكوا في الحكومة ياك، حنا كاع خوت ومغاربة، ماشي بهذا المنطق سيد الرئيس. ما نهزقوش وما نسخفوش اقتراحات، اقتراحات تقدمنا بها هي ما سار به العمل البرلماني منذ أن كان. اسمح لي، ملي تنديروا لجنة العشرين ماشي معناه شكينا في المكاتب وفي الرؤساء السابقين، ولكن لتبرئه الذمه. من تندير امينين فلا بد ان يكون واحد من المعارضه وواحد من الاغلبيه. والحال هذه وحيث انه اللي رفض يجب ان يستقيل بالمهمه، راه على لسانكم ورد انه رفض القيام بالمهمه للتشكيك الذي حصل. الرفض يعني لا يعني الرفض ان ينتقل من هناك الى هناك، لم نختارهم الا ليكونوا هناك، ولا يحق للامين الذي انتخب الا ان يقدم استقالته. ولذلك السيد الرئيس باش تبقى اعمالنا، وحنا ما بغيناش نقولوا ان احد الامينين راه ما متواجدش معنا في الجلسه لانه في مهمه، ماشي لانه شككنا فيه البارح، لانه عبر عن قلقه، لانه في مهمه الان ما كاينش. ما تعبوناش بزاف وتشعرونا بانه عندما نساهم في التطوير باننا راه ترتكبوا شي خطا. حنا تنقولوا ان حسابنا، حسبونا ان حساب الاغلبيه والمعارضه حتى يطمئن قلبنا يكون واحد من المعارضه واحد من الاغلبيه، ماشي الرئيس اللي تيقوم بعمليه الحساب. الرئيس موكول عليه تدبير وتسيير الجلسه، اللي تيحسب هما الامين ان يكونا معا من الاغلبيه. هذا الشيء راه حشومه حتى المعوده للراي العام، راه حتى في مكاتب التصويت في انتخابات في كل شيء تنديروا المراقبين، وماشي معناه تنشكوا في، لا اعتقد بيناتنا كبرلمانيين حقنا في ان يكون الامين من المعارضه يجب ان يحترم دائما. شكرا. ما غنجاوبكش السيد الرئيس. مرحبا. ما غنجاوبكش لانه الا جيت نجاوبك غنوليو في مشاكل، وانا ما باغيش ندخل في المشاكل، انا كنقلب على الحلول. والاخوات عبروا على الغضب ديالهم على القلق ديالهم، ولابد انه نوصلوا للمجلس بصفتي رئيس
في اللي حددتي له ديك الاشغال ديالو يسير غير الجلسه ما يحسبش. انا كنشكرك كتحدد لي الاطار ديالي فين نشتغل، كنشكرك على هاد الاقتراحات وغادي ناخذ بها ان شاء الله وانا استفيد. هي القانون، انا القانون كيلقني القانون، كيدرسني القانون وانا كنتعلم. راسي صغير، راسي صغير غير في حدود. اي السيد الرئيس انا الى سمحتوا، الى سمحتوا الاخوات والاخوان، وانا ما كندويش معاك انت، راه كندوي على اللي كيجاوب. ايوا انا كندوي انا وانت، هو باغي يجاوب انا حتى انا عاوتاني كنجاوب. انا راه ماشي داك الرئيس اللي غادي نجي وغادي نبقاو نديرو هنايا نوري له شنو بغى يدير. راه حنا كنحاولوا كناخذوا بالخواطر، كنقربوا وجهات النظر، بيان سور. اسمح لي السيد الرئيس، اسمح لي السيد الرئيس، خصنا نوضعوا الضوابط لانه بدينا كنخرجوا وفي جميع المجالات. هذا الجزء الاول، هذا غير الجزء الاول، لانه ما يمكنناش نستمروا بهذا الاسلوب. هذا خصنا نكونوا منصفين باش يمكن لينا نرقوا بالعمل المؤسساتي. السيد الرئيس عمل ملاحظه البارح من حقه يعملها، السيدتين النائبتين محترمتين داروا الملاحظه ديالهم، عبروا على القلق ديالهم، لازم نبلغوا كما كيوقع لاي نائب ونائبه كيوقع له هذا الاشكال، هذا واجبي. وما تكلمتش معك السيد الرئيس، بغيتي تدخل راسك. السيد الرئيس، السيد الرئيس الى سمحتي سي عبد اللطيف. السيد الرئيس سير بكل مسؤوليه، جوج النقاط اثيروا المرجو ان نتجاوز، لان احنا دابا هذه اخر جلسه، اللهم نتفرقوا على خير وبخير. فلذلك اريد ان انبه، البارح حين ترافعنا حول الامناء انا استحضرت بحرقه وكنت في المعارضه حين تفضل السيد الرئيس عبد الواحد الراضي فاعطانا درسا جميعا، حيث ناض واحد المعارضه وقدم نفس الملاحظه، علاش انهم من جهه واحده ووقف الجلسه وبقوه وبل بعنف وقال لا شكيتوا فيهم كتشكوا فيا. ولذلك حنا البارح طرحنا هذه المساله ديال الثقه من هذا الباب، والا راه التصويت من بعد نفس الارقام نفس كذا، لانه هذا بغينا ننبهوا ليه، كنظن خصنا نتجاوزوا. الامر الثاني، انا حين طرحت هذا الشيء انا حضرت للتعديلات فقط، ماشي انا تدخلت هنا كرئيس لا علاقه لي بالموضوع، لا انا حضرت لتقديم التعديلات من 10 الصباح الى قبل ما ينتهي. ولذلك زعما هذا الشيء استحضرته وقلت غيتم التجاوب معاه يعني باللباقه اللازمه، وخفات لنا عندنا اعراف في هذا الشيء اكثر من عشرات المرات اللي كنديروا هذه العمليه ويتم تجاوزها. على كل حال دابا الحكومه مازال عندها المسطره طويله، بلا ما نطولوا في هذه النقطه وندوزوا السيد الرئيس. شكرا. سي عبد اللطيف. رئيس، غير اولا قبل كل شيء ما قاله السيد الرئيس صحيح، كنا جميعا في اللجنه، لان لا اشكك ولا يمكن اشكك في السيد المقرر، ما قاله المقرر صحيح، ولكن لم يكن هناك فرق بين التحليل وبين ما جاء كمقرر. حتى نكون واضحين، كان عندنا نقاش حاد في اللجنه، والسيد الوزير تحملنا وحنا تحملناه، وكان نقاش حاد. في لحظه من اللحظات كنا كنطلبوا منه يقرا النص كما هو متفق عليه، لان كان تعديلات اللجنه ماشي ديال الحكومه، ماشي ديال تعديلات اللجنه، كنا كنناقشوا. الان عندي اشكال بسيط في دماغي، غنقول لكم عندنا واحد الماده قانونيه قطعت اشواطا مسطريه، اصبحنا ملزمين بها مسطريا وشكلا، ولكن موضوعا فيها خلل. هل انا ملزم بالموضوع او ملزم باحترام الشكليات والمساطير؟ جوج الحالات اللي كاينين عند السيد الوزير الان، ثلاثه الحالات، اما الحاله الاولى اللي قلتيها يمشي لمجلس المستشار يقال السيد الرئيس، هذا مؤدته يهمه. الحاله الثانيه اللي عند السيد الوزير انه يقدم تعديلا في جلسه من خلال نفس الفصل به يلغى هذو جوج الكلمات ويكون افضل. اما احنا كبرلمان، السيد الرئيس سمحوا لي نقولها لكم، راه الا ما كانش عنصر الثقه بيناتنا راه ما كنشتغلوش، راه حنا ماشي دوله، احنا شي حاجه اخرى. ثانيا، راه بعض الاحيان
احترام بعض الشكليات راه ما فيها مساس بذاتي شخص معين، فقط احترام الممارسه الديمقراطيه كتفرض يكون واحد احترام بعض الشكليات، فلهذا ما كنش عندنا الحساسيات من الممارسه الديمقراطيه. لهذا السيد الرئيس انا كنتمنى ان السيد الوزير يتقدم بتعديل صحيح باش نحترموا المسطره، باش نحترموا المسطره وندوش، لانه الا طعنا غدا ولا بعده وقلنا بان راه المسطره ما صحيحاش راه يمكن يعرقل العمليه ديال القبول ديال هذا القانون. اللهم نحترموا المسطره بلا ما تشد الحكومه تعند وتقول لا بما انه جا هكا دار هكا. وراه عندنا تسجيل السيد الرئيس، كان تسجيل مع السيد الرئيس للهيئه، كاين تسجيل، وكنا نلزم السيد الوزير وانا عيني في عيني بقراءه التعديل، وكان اعضاء اللجنه الموظفين هما الذين يكتبون التعديل. هذه الظروف اش دزنا؟ الله يجزيكم بخير سي ادهم. نعم لهذا السيد الرئيس عندنا الاحتمال اذا بغيتوا تخليوه هكذا احترام المسطره، اما راه ما كاينش شي قانون سميتو القانون الحالي المسطرة. لان الاشكال شكون يطرحوا اعتقد طرحوا سليمان، هو اللي طرحوا قال غدا استاذ سليمان النائب البرلماني المحترم، قال غدا غادي يجي القانون الجنائي وفيه فصول غادي تغير وغنضطروا باش نجيو هذا القانون البرلماني لانه تغير النصوص الجنائيه. من الان نقولوا فقط القانون الجنائي. السيد الوزير دار هذا الجواب، والله سيد الرئيس اسمح لي بصدق والله ما نقدر نحسم ليك، واش هذا الشيء اللي تكتب قراه ولا قالوا؟ لان ما عنديش الذاكره لهالدرجه، ولكن انا متذكر السيد الوزير قال راه هذا القانون كيهم المستقبل والحالي. واش الكاتب حيت كتب تخلطت له الامور وزاد هذيك الجمله؟ واش هي اصلا قالها السيد الوزير؟ انا هذه مساله الضمير للوزير هو اللي غايقول لنا. اسمح لي السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. اذا آخر متدخل هو السيد الرئيس. أنا السيد الرئيس شكرا، بغيت غير ندير واحد الإشكال ونحن نختم هذه الدورة على الأبواب اللي نختموها باش نحضروا للدورة القادمة، نحدوا بالضبط أشنو بغينا. البارح تيتقال لنا أودي ما تبقاوش تلوحوا بالقانون في وجه ديالنا، هناك العديد من الأمور اللي ممكن تجاوزوا فيها القانون. متفقين ما كاين حتى شي اشكال على اعتبار ان التعاون يتطلب احيانا التفاهم والتجاوز للخروج من اليوم. عاوتاني تتلوح بانه لا يجب تطبيق القانون واحترام المسطره وكذا وكذا، والحال ان الوزير تيقول لك انا في الصيغه اللي قريت عليكم ما قلتش فيها ديال دابا وغدا، الصيغه ديال الماده. إذا باغي نشدوه في القانون غير باش أننا نسجلوا هذا الخطأ، رغم هذا الخطأ راه في الأخير تيعيبنا جميع، ماشي تيعيب فقط الـ يعني جهة دون جهة أخرى. هذه هي الملاحظة الأولى السيد الرئيس. الملاحظة الثانية، فيما يتعلق بعدم وجود الأمينتين ديال المجلس، كنسجلوا بأسف طبعا غياب ديال أمينة إحدى الأمينتين. و أعلنوا أمرين، أولا تضامن مطلق مع النائبة مينا بوهدهود لأن قلها نزلي من تما، واحد. جوج كنعلنوا بأنه حنا ما عندنا التمانع ولنا الثقة الكاملة في السيد النائب التهمي باعتباره أمينا للمجلس. شكرا السيد الرئيس. شكرا. إذا إذا سمحتوا نمر إلى أفتحوا باب المناقشة. السيد الرئيس تفضل. شكرا سيد الرئيس، وحنا نشد على ايديكم بحراره انكم كتنقلوا قلق سيدات نائبات حول تعامل معين يمكن فهم في اتجاه معين، ونحن نطلب منكم ان يكون هذا سلوككم ان شاء الله في كل المحطات التي تشهد فيها النائبات اشياء غير مفهومه، كان اخرها ما تعرضت له السيده النائبه ميلودا حازم. ولكن أريد أن أقول أنه تدخلنا البارحة إحنا كفريق اشتراكي تحمل دائما وجعل في صلب مشروعه السياسي القضية النسائية، يعيب علينا اليوم أن نقول أن فريقا أنزل مقررة من ثم لأنها مقررة أو لأنها سيدة أو لأنها السيدة المحترمة أمينة بوهدهود أو السيدة المحترمة جميلة مصلي إلى هذه الدرجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحملكم رسالة سيد الرئيس أن تعبروا
لزميلتينا وأختينا أن ما حدث البارحة يتعلق بالحفاظ على توازن مرجو من أجل بناء الديمقراطيات تبدأ بالشكل بين الأغلبية والمعارضة. ونؤكد حتى اليوم على أننا لا نقبل أن لا تملكوا من الأمناء إلا أمينا من المعارضة، ونطالب من الأغلبية أن تعطينا أمينها باش يحضر في الأغلبية، ولما لا تكون السيدة أمينة بهدود. هل هذا يشفي غليلنا وغليلكم؟ ملاحظتنا في الشكل قائمة من أجل خلق التوازن بين كافة أطياف العملية الديمقراطية معارضة وأغلبية، ومزيدا من الاهتمام من جانبكم، ونشد على أيديكم السيد الرئيس إذا جعلتم من قضية أختنا قضية حقيقية أهينت فيها كل النساء المغربيات ذلك اليوم الذي نريد أن ينمحي من تاريخ الممارسة السياسية. إلا سمحتوا الله يخليكم السيدات والسادة النواب، شوية ديال الهدوء ورفعوا المستوى ديال النقاش. أنا اللي قلت للسيدة أمينة بهدود باش نزل من الجلسة، وأنا تعاملت وعبرت عن قلق مؤسستين، لم أتكلم عن جنسيهما، لا أفرق. وحتى السيد النائب بصفته مقررا للجنة، ماشي بصفته، لا أنا كنتكلم بشكل عام أسيدي، كنتكلم لا ولا سيد رئيس التدخلات جوزوا التدخلات. سينوردين جوزوا التدخلات. لا جوزوا التدخلات. إذن إلا سمحتوا نمر إلى عملية التصويت. لا سيد رئيس نوردين السي عبد القادر تنازل شي مره باش كنتنازلوا لك 10 د المرات. والله ودي نمر الى عمليه التصويت. تعديل من لدن فرق المعارضة يهم عنوان مشروع القانون رقم التعديل 1، الكلمة لأحد مقدمي هذا التعديل فليتفضل. لا احنا شكرا. سحبة السيد الرئيس، سحبة التجاوز والسحب. إذا الكلمة لأحد مقدمي التعديل، تفضل. شكرا السيد الرئيس. غير بالنسبة للمادة الأولى بخصوص العنوان، التعديل المقترح يتعلق بإحداث، إذ المشروع ينص كليا على إحداث الهيئة وتنظيمها ولا يعالج قضايا بشأنها فقط. شكرا. الكلمة للحكومة.
سيد رئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، هاد المادة تقدمت في اللجنة وكانت صيغة مشتركة والجميع وافق عليها، وعودة جات من طرف الإخوان ديال المعارضة مرحبا، ولكن راه صغنا العنوان صياغة مشتركة في اللجنة، ولذلك ما يمكنناش نقبلوا عاود احنا شو شحال ديال الصعوبات في هذا الشيء، ونجيو عاود دابا نبداو نغيروا من شأني وبي وعلى ما عرفت فين غنبقاو. لذلك احنا ما قابلينش هذا التعديل لانه تعديل مشترك درناه في اللجنة. كلمة لأحد معارضي هذا التعديل؟ لا أحد. مؤيدي التعديل؟ لا أحد. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 75، المعارضون 143، الممتنعون لا أحد. سكت يا ولد. أريد المادة الأولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. إجماع. المادة 2 ورد بشأنها تعديلان من لدن فرق المعارضة. التعديل رقم 2 و 3 مقدم التعديلين دفعة واحدة ولا كل تعديل لوحده؟ شكون اللي غير الأخوات إخوان؟ لا، إلا سمحتوا سيد رئيس، بالنسبة للتعديل الوارد على المادة 2 أضفنا فقط الإداري والإداري، المالي والإداري، إعطاء خيار الاستقلالية كاملة مدلوله ليطلع لتطلع الهيئة بالدور المنوط بها على أحسن وجه فقط. شكرا. تعديلين بجوج ولا غير واحدة سي حجوشي؟ غير واحد. ثاني زيد لاخر. ثاني يتعلق تعديل ثاني يتعلق بالفروع، ويمكن أن تحدث فروعا لها عند الحاجة بالجهات. هذا التعديل كذلك يرمي إلى التخفيف من المركزية المفرطة في نشاط الهيئة. شكرا. كلمة الحكومة. يسمح سي السيد الرئيس والسادة النواب المحترمين، نفس هذا الشيء راه كيف قلت خدنا واحد الوقت كبير. لما كنتكلموا على الاستقلال المالي راه ضمني الاستقلال الاداري، ولكن قلنا للاخوان في المعارضه يشوفوا معنا الباب الخامس اللي كيتكلم على النظام الاداري والمالي ديال هذه المؤسسه. الماده هو كيضم هذا الباب اكثر من 5 المواد في النظام الاداري. الماده 20 كتقول تتوفر الهيئه على اداره يحدد 29 يحدد تنظيمها واختصاصها في النظام الداخلي، وهي اللي كتقرر في مستوى الموظفين واللي كتقرر في القانون ديال الموظفين، ولذلك راه حتما هي عندها القرار الاستقلال الاداري. الاستقلال الاداري عن من؟ غدا لا طلبت لنا يكون عندها اطور نقول لها لا انت عندك استقلال اداري سي قلبي على الاطور. ولذلك لابد نتفاهموا على العبارات. الاستقلال المالي هو ضمني الاستقلال الاداري، اللي مهم هو الاختصاصات ديال هذه اللجنه اداريا محدده في الباب الخامس. شكرا. الكلمه لاحد معارضي هذين التعديلين. لا احد. مؤيدي هذين تفضل السيده النائبه. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير، لما تقدمنا كمعارضه بهذا التعديل نظرا لواجهته في اطار الجهويه، خصوصا ان الفصل 21 سيد الوزير قدم جوج تعديلات، التعديل الاول والثاني. ها جاوبتي على التعديل الاول؟ لا، هو قدم جوج ديال التعديلات ونفس الجواب الثاني ينطبق على الاول. لا، خليه يكمل السيده النائبه، يعني يدير الجواب ومن بعد نعطيك الكلمه. تفضل السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. التعديلين رقم 2 و3. اسمح لي، اسمحوا لي، لانه ما رديتش البال انه خصني نتكلم على التمثيل الجهوي. حتى هذا الموضوع شرحته وشرحته وشرحته. حنا امام مؤسسه فيها 12 ديال الناس. هاد 12 ديال الناس راه واحد المستوى
وإلا غنديروا التنظيم الجهوي لابد في القانون نحددوا المستوى ديال هذوك اللي غيكونوا في التنظيم الجهوي واضح. ولكن الاقتراح اللي جبنا حنا في الحكومة واللي اعتبرت انه تفهموه الاخوان ان هذه الهيئة عندها الحق تحدد لجان دائمة وتحدد لجان موقتة ومضعاتية، وإلا كان عندها قضية من القضايا في الجهة أن تحدث لجنة ذات طابع الجهوي، لأنه يمكن لها تستشر مع أي واحد بغات. اللي ملزم عليها هذاك اللي غادي يتقدم أمامها هو ملزم بالسرية، إنه ما يمكنش يجي يتكلم ويمشي وغدا ما يحتفظش على السرية. هي هذا المفهوم ديال الجهوية صحيح، ولكن رحنا أمام واحد الهيئة فيها 12 الناس على المستوى الوطني، وراهي كتكلم في التراب الوطني برمته. شكرا. شكرا. كلمة السيدة النائبة. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير، سيدة السادة النواب، في الحقيقة هذه اللجان الجهوية لما تقدمنا بالتعديل، لماذا؟ لأن الفصل 21 من مشروع القانون ينص على أنه في حالة التبليغ عن حالات فساد ومعاينة هذه الفساد فيأمر رئيس الهيئة فورا بالتدخل، يأمر أحد المقررين فورا للتنقل من أجل إشعار النيابة العامة لتقوم بالمتعين. فكيف يمكن لجهات المملكة أن يتم التنقل فورا من أجل معاينة هذا الفساد؟ حتى لأنه شنو سيد الرئيس المحترم سيد الوزير، في الحقيقة احنا نسعى إلى تجويد النصوص، وفي الحقيقة حتى هذيك العبارة التي وردت الحالية والمستقبلية ما نرضوش باش هذه الكفاءات لا في الأغلبية ولا المعارضة في هذا مجلس النواب المحترم تكون، ونمشيو احنا بمسائل اللي هي خاطئة. لذلك في إطار تجويد النص هذا الفصل 21، ما دام هذه المسألة الجهوية مرتبطة به، لأن هذا مباشرة الإجراءات فورا لا يمكن أن تتم من المركز اللي هو الرباط دون أن تكون هناك فروع. لذلك اقترحنا باش نضيفه في المادة الثانية، يمكن أن تحدث فروع لها عند الحاجة بالجهات. وشكرا سيدرا. شكرا. إذا أعرض هذا التعديل للتصويت. السيد سعد لطيف. انت ياك انت ضد التعديل الثاني، انت ضده ما باغيش تايدو، ودك كون ضده وخلينا ندوزو. تفضل تفضل. هذاك الاستقلاليه الاداريه، لا اولا بغيت نقول للسيد الوزير، اذا سمحتوا لي بغيت نقول للسيد الوزير علاش كنناقشوا، لان كاين الناس ما حضروش في اللجنه وما عارفينش خصهم يقتنعوا في التصويت. واخا تعاود تشرح وتعاود تشرح وتعاود تشرح تعاود تشرح، لان كاين 395. لا غير سيد الرئيس، هذيك الاستقلاليه الاداريه باش غير تكونوا متفقين، الموظفين الاداريين تبع الاداره العموميه وفق الوظيفه العموميه كلهم تحت سلطه رئيس الحكومه، كيلحقوهم تيبقاو تحت السلطه المباشره ديال الامين العام. حنا قلنا ان الفصل 29 كيعطي الاستقلاليه، تعطي الامين العام السلطه وكيعينوا جلاله الملك باش يضمن الاستقلاليه الاداريه. قلنا بما انه الفصل 29 من خلال تعيين الامين العام والاستقلال من طرف جلاله الملك اللي يضمن الاستقلاليه، نشيروا كذلك على الاستقلاليه في هذا الفصل هذا. هذا فقط هو التحليل اللي كاين. شكرا. اذا اعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 75، المعارضون 143. التعديل الثاني. الموافقون 75، المعارضون 143، ممتنعون لا أحد. أعرض المادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. واش معارضون؟ معارضون 75، الموافقون 143، الممتنعون لا أحد. المادة 3 ورد بشأنها 4 تعديلات من لدن فرق المعارضة، التعديل رقم 4 و5 و6 و7. هو السؤال، واش باغي تقدموا؟ شكون اللي غيقدم بعد التعديل؟ باش ما نغلطش غير انا واحد وانتين. صافي. السيدة النائبة تفضل. غتقدمهم بربعة ولا غتقدم واحد واحد؟ كمل. تفضل تفضل. واحد ربعة نقدموا انا.
إذا التعديل رقم 4. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، اقترحنا في فرق المعارضة أن الفقرة الثانية نضيف فيها واحد المصطلح لتكون شاملة، إضافة تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات، نضيف كلمة وشايات، تلقي الوشايات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد. السيد الوزير، التبليغات في القانون لها مفهوم تقني ذو معنى خاص ولا يجوز استعماله بالمعنى المقصود في المشروع، لذا نقترح أن نعوض بلفظة الوشاية لأن لها معنى شامل في القانون الجنائي الذي يعني الشكاية المقدمة من غير الضحية أو المعني بالأمر. كلمة للحكومة، تعديل رقم 4. الوشاية. صعيب علينا نشتغلوا في هذه المؤسسة بواحد القانون، ها هو كيتكلم على هذا الشيء، ولكن رحنا في واحد المؤسسة اللي راه عندها أستاذة وأنت ناقشنا هذا الشيء وناقشناه. الوشاية لها مسطرة والشكاية لها مسطرة، واش دابا غنديروا اللجوء؟ واش حنا غادي عند النيابة العامة؟ حنا راه أمام واحد المؤسسة، هاد المؤسسة خصنا نضبطوا العلاقات ديالها بالمواطنين باش يمكن تكون عندها النجاعة في مقاومة هاد الداء، ولذلك ما يمكن لناش نقبلوا كلمة وشاية. القانون كيتكلم على التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بالفساد، وهذا راه كلام كله متضمن. الوشاية ما يمكنناش نقبلوها. شكرا. شكرا سيد الوزير. احد معارضي هذا التعديل؟ سيد الرئيس. سيد الرئيس، انا غير اسائل الساده الاساتذه، الوشاية حين ذكرت في القانون الجنائي دائما معها الوشاية الكاذبه، ولذلك زعما باش حنا كنتكلموا على التبليغ وعلى الشكايه بمعنى فعل كنقدموا لواحد الجهه، دابا هذه الوشايه بمن؟ عندها مدلول زعما سلبي، لذلك حبذا ان يتم التفهم ديال هذه العمليه لانه ما مذكوراش نهائيا بشكل ايجابي. شكرا. كلمه لاحد مؤيدي هذا التعديل. لا غير باش نكونوا واضحين، السيد الرئيس، السيد الوزير، علاش خلقت هذه المؤسسه؟ إلا عندي الإثبات غادي نمشي للمحكمة النيابة العامة ونحط الإثبات وندير المتابعة وانتهى الموضوع. خلقنا هذه المؤسسة باش تساهم في كشف الحقيقة وفي كشف المخالفات، وباش نساعدوا المواطن أنه إلا شاف الفساد يجي لهذه المؤسسة ويبلغهم بالمعلومة وما تتوفر عليه من إمكانيات إدارية وعلاقات وإمكانيات قانونية يمكن يوصل إلى الفعل الجرمي. أما إلا كان خصني نوجد الملف ونهيئ الملف وندير الاثبات ونجيبوا نمشي للقضاء، مش عندنا بالعامه. حنا تسهيل الولوج الى محاربه الفساد درنا. ثانيا، ان الوشايه راه ماشي، غنكون واضحين، الوشايه راه ماشي فعل سلبي ولا فعل شاد، راه كاينه في القانون الوسطى الجنائيه من وسائل تحرك النيابه العامه، اما ان تكون شكايه، اما ان يصل الى علمه، اما بواسطه الوشايه. والمعلومات هي نوع من انواع الوشايه، غير بغينا نعطيوها المصطلح القانوني، اما المعلومات راه هي الوشايه. حيت كنجي ناخذ واحد المعلومه وكنديها بدون ما نكتب، كنوشي، كنشكم، هي كلمه كنشكم، كنوشي. فبناء عليك الوشايه هي اللي كتعطي لها المؤسسه مدلولها انها كتوصل بين المواطن وبين الابلاغ عن جرائم الفساد. وانتم اول ما كيحارب الفساد هو البرلمان ولا لا؟ شكرا سيد النائب. اعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 75، المعارضون 143، ممتنعون لا احد. التعديل رقم 5 في نفس الماده 3. شكرا سيد الرئيس. بالنسبة للمادة الثالثة، اقترحنا من أجل تجويد النص إضافة مصطلح في الشأن، لأن الهيئة لا تبحث عن حالات جديدة بل تنظر في الحالات المعروضة عليها، لذا سلامة التعبير تقتضي أن نستبدل عبارة البحث والتحري عن حالات بعبارة البحث والتحري بشأن حالات. شكرا سيدي.
كلمة للحكومة السيد الوزير. هاد السيد الرئيس، هاد المناقشة اللي بيناتنا مهمة جدا وأنا معاها، وكنشكر الإخوان اللي عاودوا جابوا نفس التعديلات اللي قدموها في اللجنة عاودوا جابوها لهنا باش نتناقشوا. إلى الجميع يعرف أنه داكشي اللي كان كيتقال في الصحف وفي المنتديات ماشي صحيح. دابا حنا في واحد الفقرة أساسية من المادة 3. أش كتقول هذه الفقرة 3؟ القيام بعمليات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة، عكس ما كانوا كيقولوا خارج قبة البرلمان، بمعنى أنه كل حاجة بلغت إلى علم الهيئة وإلا تقوم بها في العملية، عكس ما قالوا في الإذاعات وفي الجرائد. ولذلك كنشكر الإخوان السادة النواب اللي عاود عطوني فرصة باش نعاود نتكلم على هذا الشيء أمام نواب الأمة ونائبة الأمة، بمعنى هاد الهيئة عندها واحد السلطة إلا بغات تخدم، وبالعكس عندها حقوق، وأن الحكومة ودابا هاد النص ديال البرلمان حنا درنا غير عمل تمهيدي. لما كتقولوا لي في شأن كتضعفوا هاد الفقرة، ماشي تجويد النص، واش هي مسألة تحرير اللغة العربية؟ حنا كنحرروا النصوص القانونية. دابا التعديل الوحيد فيه كلمة إضافة في شأن، واش حنا هاد الحكومة غنبغيو نقولوا ضد هاد في شأن ونكتبوا هاد في شأن؟ راه ماشي هذا هو المشكل، ولكن النص كيف مكتوب؟ في شأن حالات الفساد. أنكو حنا كنقولوا القيام بعملية الفساد التي تصل إلى علم الهيئة وفق الإجراءات المنصوص عليها، شرائط مرعرعة الاختصاصات كذا وكذا، غنزيدوا في شأن ما عندهم دليل. سمحوني ماشي تجويد النص، على راسي وعيني. واش دابا غنختلفوا على زيدنا في شأني ولا ماشي في شأني؟ لكم واسع النظر. شكرا. شكرا. هل من معارض لهذا التعديل؟ لا أحد. مؤيد التعديل؟ لا أحد. أعرض التعديل للتصويت. الموافقون 75، المعارضون 143، ممتنع لا أحد. أعرض التعديل السادس في نفس المادة. تفضل. يسحب التعديل السادس. التعديل السابع يسحب. لا اش من نقاش دستوري السي عبد اللطيف؟ والتعديل يتسحب ولا يتعرض؟ صافي مكي. يلا سيدي تفضل تقدم. شكون تفضل؟ شي واحد غادي يقدمو، تفضلوا. 6 سحبنا. باب 7 المادة 3 بالنسبة للبند 11، إعادة تقديم تقرير حول حصيلة أعمال الهيئة طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يتضمن صفة خاصة التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من الفساد ومكافحته والتطور الحاصل نتيجة اتخاذ هذه التدابير مرة واحدة في السنة على الأقل أمام البرلمان، ويكون موضوع مناقشة. إذا هنا تنطلبوا إعادة صياغة البند انسجاما مع منطوق الفصل 160 من الدستور. كلمة للحكومة السيد الوزير. أنا كنعتقد بين أن هذا الشيء اللي طالبين الإخوان كاين في القانون في المشروع اللي أمامكم. المادة ثلاثة كتقول إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة يقدم إلى البرلمان للمناقشة طبقا لأحكام الفصل 160. زدتوا عليها واحد الفقرة، حنا كنقول لكم ماشي هنا مكانها، ودرنا فيها توافق وديناها لواحد المادة أخرى هي جاية من بعد. هل من معارض لهذا التعديل؟ تفضل يا سيد الرئيس.
لا سيدي معارض ما كاين مسطره سي لطيفو ومن بعد خذ مؤيد ودابا مشات سحبو قبل ما يتنس وانا ما بغيتش نتكلم في حوايج اخرى سي عبد اللطيف كتجيبوا جايبين التعديلات ديال اللي صادقات عليها ماشي اللي صادقات عليها اللجنه كندخلوا تعديلات على النص الاصلي فمشكله كاينه حتى في المسطره هاد التعديلات اللي كتقدموا لا لا اجي والماجي نوريها لك لا انت ما قالوا والو يسحب هذا التعديل اذا اعرض الماده 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه ياك اجماع لا راه كان قدمتوا تعديلات اش غديروا في التصويت تعديل تم التصويت عليه وثلاث تعديلات تم سحبها ياك دابا عطيتيني الحق الاجماع واش امتناع ولا اجماع واش سعد لطيف جلس الله يخليك خليني نسير الجلسه صافي يا سيدي اذا الموافقون 143 المعارضون لا احد امتناع 75 المادة الرابعة ورد بشأنها تعديل من طرف الحكومة تفضل سيد الوزير المادة الرابعة تعديل قدم التعديل على المادة الرابعة هادشي اللي عطى الله باش نسهلوا العمل ديالنا اما انا شخصيا ما مقتنعش قدم التعديل السيد الوزير هو التعديل قول ما مقتنعش لانه التعديل قريناه في الاسمو صياغة مشتركة وتوافقنا عليها تزاد كلمة ما عرفتش داك الشيء داك جوج الكلمات من الصباح وانا كنناقش في هذا الشيء ودابا لا تسهيل المأمورية ديال المجلس واحترام المسطرة الحكومة كتقول هذا الشيء ما عنده علاش يكون هاد جوج الكلمات وتبقى كيف قدمنا التعديل المادة 4 هي الروح ديال هذا القانون شكرا شكرا إذن هل من معارض لهذا التعديل؟ نعم الصيغة نقرأ لكم الصيغة اي راي الله توصلنا بها السي عبد القادر السي عبد القادر السي عبد القادر شنو باغي بالضبط؟ لا 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 التعديل اللي نعطيه لك غير باش باغي بالضبط داكشي اللي باغي نقرأ لك الصيغة السي عبد القادر السي عبد القادر نقرأ لك الصيغة انا نقرأ لك الصيغة يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو الغدر المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة بلا هذيك المستقبل والماضي والحاضر وهذا إذن هل من معارض كيفاش؟ لا لا غبلاتي الله يخليكم حق التعديل حق مطلق للحكومة وحق مطلق للنواب ها باش نتفاهموا حق مطلق وما كاينش واحد يعترض عليه ما يورد من خلال النقاش باش درنا هذا المسطرة باش يمكن لنا نسيروا هذا الأمر ما كانش زعما ما كنديرش شي حاجة بالتخبيعة وكل شيء بالعلاج فبالتالي باش نحترموا المسطرات الحكومة كتعرض هذا التعديل هذا كنعرضوا للمناقشة والتصويت المعارض للتعديل هل هناك من معارض للتعديل؟ السيدة النائبة لا سيد رئيس غير واحد الملاحظة إطار لأن هذا الفصل 4 هو روح المشروع كله إذا هذا الجرائم ديال الرشوة والفساد والاختلاس واستغلال النفوذ هي جرائم ينص عليها القانون الجنائي يعني بدلنا القانون الجنائي بالقانون الجاري به العمل والنص في صيغته الأصلية جا سليم لأن جا فيه من قانون الجنائي الغدر غير وشنو؟ إحنا اللي كنا لاحظنا عليه لأنه حشر
جا على سبيل الحصف ربع ديال المواد. لا سيدي، ما عنديش انا القانون الجاري. لان ملي قريتوا علينا الصيغه الحاليه قلتوا القانون الجاري به العمل، وهاد الجرائم اللي قريتوها الان هي الغدر والاختلاس والرشوه وصغر النفوذ، هي من القانون الجنائي. اذا سيدي النائبه راه واش عندك محضر؟ لا لا احنا ما وزناش، لا لا المحضر صح الصيغه حنايا راه غير زولنا منه غير جوج كلمات السيده الحاليه وبسقب هذيك متفقين السيد راه صافي هذا هو التعديل اللي كاين. لا ولكن الجاري به العمل هذيك حنا نقترحوا تكون القانون الجنائي. لا هو صافي السيد راه انها محصوره، هاد الجرائم محصوره في القانون الجنائي. لا تمام عندنا السيده النائبه، السيده النائبه راه اللي جاء في المحضر ديال اللجنه فقط حذيفة، ما يمكن لناش نقبلوها زعما، وحيدنا التعريف في تشريعات خاصه. كاين من راي مؤيد؟ هذا معارض، انت مؤيد تفضل. لا وغديرها مزيانه. تفضل. نحن من حيث المضمون مؤيدين للمضمون، ولكن ماشي الحكومه ماشي على مضاد، خصها تكون مرتاحه لان هذا جويد المسطره، والا خصنا نرجعوا للجنه الا بغى، لانه السيد الوزير تيقدم بانه هذا التعديل على مضاد وكانه لا كذا، خص تكون مرتاحه الحكومه بانها تتجود القانون عادي. شكرا. اذا اعرض الماده، اعرض الماده كما عدلها المجلس، كما عدل المجلس اجماع. انتما غتصوتوا بالاجماع والله العظيم. ما باقيش نثق فيكم. اعرض الماده 5 للتصويت كما صادقت عليه اللجنه اجماع. اعرض الماده 6 للتصويت كما صادقت عليه اللجنه اجماع. اعرض الماده 7 لا عفوا الماده 7 ورد بشانها تعديل من لدن فرق المعارضه التعديل 8 سيد النائب سي الحجوجي. شكرا سيد رئيس. هاد المادة ورد فيها حذف، كنتمنى من السيد رئيس بوانو يقبل هذا الحذف لأنه يهدف إلى تحقيق فعلا المناصفة، باعتبار أن لأن ليصبح النص كما يلي: يراعى في تعيين أعضاء مجلس به المناصفة بين الرجال والنساء، والتبرير هو ثبت على أن النساء هن أحرصن نزاهة من الرجال. شكرا سيد رئيس. كلمة للحكومة. ما يمكنناش نقبلوا هذا التعديل لأن الصياغة اللي جات من اللجنة هي مطابقة لمقتضيات الفصل 19 من الدستور. شكرا. شكرا. من مؤيد، من معارض لهذا التعديل؟ من مؤيد لهذا التعديل؟ معارض تفضل. السيد الرئيس هذا قانون عادي ما غيمشيش للمحكمة الدستورية، عندنا قرار ديال المجلس الدستوري نرجو أن نحترمه، ثم لا يمكن أن نلزم، لأن التعيين فيه ربعة في ربعة في ربعة، ما يمكنش نلزموا الجميع نقولوا له بدي خصك تدي بجوج وأنت تجي بجوج. أنت يمكن نهضروا على البرلمان نقولوا له هذوك جوج ربعة اللي غايعين البرلمان خصو يكون في المناصفة، وحنا لزمناه في المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري رفضنا هذاك الشيء، ولذلك نرجو الانتباه لبعض بعض الحيثيات. شكرا. سي هذا مؤيد سي عبد القادر. السيد الرئيس هذا الموضوع ديال السيد الرئيس تتشوش عليا تندخل، اذا هذا الموضوع ديال المناصفه تنظن انه غنبقاو لمده 30 سنه نسعى الى هذه المناصفه او اكثر، لانه الدستور هو موجه لمن؟ لكل المؤسسات، واهم مؤسسه مؤتمنه على انها تاخذ روح الدستور هو البرلمان، وبالتالي هذا الموضوع ديال اننا نبقاو نكرروا الفصل 19 كما جاءت الصيغه ديالو، لان فصل 19 والدستور ماشي مفصل هو موجه، والقوانين يجب ان تكون مفصله ومكمله ومحدده، وبالتالي ما المانع دستوريا انه الموضوع بين نرجعوا للجرائم ديال الرشوه، انه اقل مرتكبي جرائم الرشوه بنسبه ضئيله هي المراه، وبالتالي هي الاحرص اكثر من الرجل للدفاع على هذا الموضوع. لذلك اظن الحكومه مره اخرى ما تتجاوبش
مع رغبات ديال البرلمان وديال المعارضه انه هذا الموضوع المناصفه ما يبقاش غير شعار، ينزل الى الجانب العملي وتكون جراه ديال انه كاين قضايا وكاين مواضيع اللي ما محتاجاش، لان هذا موضوع فيه تعيينات، وبالتالي لن نعدم نساء في كل المجالات ديال التعيين اللي يمكن لهم يدافعوا هذا، وبالتالي حنا كبرلمانيين ما مفروض علينا حتى شي واحد يكون ضد تنترجى الاغلبيه والمعارضه انها تصوت على هذا التعديل، لانه فيه فعلا تنزيل حقيقي لروح الدستور الماده 19. شكرا. الموافقون 75، المعارضون 143، الممتنعون لا احد. اعرض الماده 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. الموافقون 143، المعارضون ولا ممتنعون؟ معارضون 75، الممتنعون لا احد. المادة 8 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق المعارضة، رقم التعديل 9. أحد مقدمي التعديل؟ السي حجوجي. بالنسبة لهذا التعديل قلنا أضفنا تنشر الظهائر، لأنه لا فائدة في الاقتصار على نشر الملخصات، بل الفائدة في النشر الكامل للظهائر والقرارات ومراسم التعيين، لا سيما وأنها محدودة الحجم. شكرا. كلمة الحكومة السيد الوزير. لا لا، هذا التعديل لأنه الظهائر تنشر برمتها في الجريدة الرسمية بحكم الدستور. بحكم الدستور، والمراسيم بحكم الدستور تنشر. احنا عندنا إشكالية في اللي غيعينوا مجلس المستشارين ومجلس النواب، داك الساعة إلا ما نشرناش المداولات حول التعيين ديال هذا الشيء فين غنوصلوا؟ خصنا ماشي الجريدة الرسمية. ولذلك الله يهديكم الفقرة كيف مكتوبة راه مضبوطة، غادي تنشر الملخصات ديال مداولات المجلس فيما يخص التعيين ديال جوج الناس من مجلس النواب وجوج الناس من مجلس المستشارين. أما الظاهر والمراسم ديال التعيينات راه تنشر في الجريدة الرسمية وفق الدستور، ودابا جاب الدستور واحد الشيء جديد هو الجريدة الرسمية ديال البرلمان. ملي ديروا الجريده الرسميه ديالكم نشروا فيها داك المقررات، ولكن الجريده الرسميه نوقفوها باش تنشر المداولات ما يمكنش. شكرا. شكرا. الكلمه لاحد معارضي هذا التعديل، لا احد مؤيدي التعديل. السيد الوزير، النص ورد فيه ينشر ملخص، قلت ملخص. احنا قلنا انه يعني لا فائده من القول فقط ملخص، بل الظهائر باتمها. شكرا. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 75، معارضون 143، ممتنعون لا أحد. أعرض المادة 8 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 143، معارضون ممتنعون؟ واش معارضون ولا ممتنعون إخوان؟ ممتنعون. 75. المادة 9 ورد بشأنها تعديلان من لدن فرق المعارضة، رقم التعديل 10 و11. هل تقديم تعديلين ولا واحد؟ لا واحد سيد رئيس. تفضل. انا واحد يتعلق بالاستقاله واحد تفضل سيد رئيس. بالنسبه لهذا التعديل سيد رئيس، سيد الوزير، ورد بخصوص التنافي، وتتنافى العضويه في الهيئه مع العضويه في الحكومه والعضويه في مجلس النواب ومجلس المستشارين وهيئه الحكامه والمهن المنظمه من محامين وعدول وموثق، ولكن استثنى الوظيفه العموميه. لذلك نحن أضفنا ممارسة أي وظيفة عمومية أو قضائية أو أي نشاط سياسي أو ثقافي، وفي هذا توفر ضمانات قوية للاستقلالية والحياد. كلمة الحكومة سيد أو نقابي. إذن هذا هو هذا الاستثناء سيد الوزير اللي حنا تفضل سيد الوزير. اللي ما يمكنناش نقبلوه لانه منافي لمبدا دستوري هو نشاط سياسي او نقابي. هذا ما يمكنش نكتبوا احنا في القانون منوع عليه نشاط سياسي او نقابي، لانه هذا السيد هذا راه منطقيين 12 الناس، حنا راه بصدد تحرير 12 الناس، تعيين 12 الناس، 12 الناس راه خصهم يكونوا بعاد على هذا الشيء كله، وكيأديوا اليمين وبواحد العدد الالتزامات،
ولكن نجيو حنا هنا ونقولوا يمنعوا عليه انه ما يكونش عنده نشاط سياسي ولا نقابي، ما يمكنش هذا. كلمة لأحد معارضي هذا التعديل؟ لا أحد. مؤيدي التعديل تفضل سيد النائب. غير السيد، اسمح لها السيد الوزير، ما تشوفها بشكل قدحي، شوفها بشكل إيجابي. وإلا نبعدوا الأعضاء من المجال السياسي والنقابي رغبة منا في ضمان حياد هذه المؤسسة ومن يشتغلوا فيها فقط. أما حقه من حيث يخرج من هذه المؤسسة وهذا اختيار. واحد اللي غادي لهذه المؤسسة راه كيعرف غادي يوقف على النشاط ديالو السياسي، كيعرف غادي يوقف النشاط النقابي. أما دابا أنت من حزب الأحزاب الأغلبية غدا تجي تقول لي غادي تثبت لي في واحد الموضوع ولا من المعارضة تثبت لي في واحد الموضوع مرتبط إما بحزب في المعارضة إما زعيم معارض إما مسؤول حكومي، راه غير عندهم غير الضمانات فقط. ولكم واسع النظر. شكرا. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 75، معارضون 143، ممتنعون لا أحد. التعديل رقم 11. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير، السيدات والسادة النواب، هذا التعديل يخص أنه يعتبر العضو الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المشار إليها أعلاه. النص الأصلي يشير أنه مستقيلا، ولكن هذا العضو الذي أصبح في حكم التنافي هو بمثابة مستقيل. حتى في قانون الشغل كنقولوا بأنه الأجير الذي يغادر العمل بدون سبب يعتبر في حكم المستقيل. هذا العضو الذي وجد في حالة التنافي لا يعتبر مستقيلا، وإنما هو بمثابة المستقيل. إذن هنا في النص الأصلي أورد عبارة مستقيل وهو المستقيل لأنه وجد في حالة من حالة التنافي، ولكن حالة التنافي جعلته في حكم المستقيل. إذن احنا ضفنا هذا بمثابة المستقيل. شكرا سيدي. السيد الوزير، الحكومة. احنا كنعتبروا السيد الرئيس الا سمحتي النص مكتوب مزيان. لا غا قول قابل ولا رافض، هذا صافي زعما. ايه ما صافي ما قابلينش صافي. معارض له، معارض للتعديل لا احد. مؤيد للتعديل السيد الرئيس. لا احنا مقتنعين بان النص مكتوب خايب. كل واحد عنده تحليله، كل واحد عنده منطقه. على كل لا غير باش نفهموا، الشخص يكون مستقلا حينما يقدم استقالته من خلال ذاته بقرار ذاتي وشخصي. بمثابة مستقل هي حالة عينية ناتجة وجود حالة التنافي، يصبح في مركز قانوني يكون فيه مستقلا. هذا القانون بحيث أقول أنا مستقل كنجد الاستقالة ديالي محطة. أنا ما مستقلش ولكن عندي حالة التنافي، إذا الوضعية ومركزي القانوني كي وضعيتي اللي وليت فيها حالة التنافي كتعطي نتيجة أنا مستقل، إذا كتكون بمثابة مستقل ماشي مستقيل. وإلا غادي نخلطوا بين واحد قدم استقالته وواحد تنفذ عليه واحد القرار اللي بمفاده أنه في حالة التنافي ونبداو نخلطوا. ما يمكنش تخلط هكا الأمور. إلا لا اعتبرتوا بأنه ديك قبول بحالة التنافي ضمنيا يعتبروا بأنها استقالة ضمنية. إلا بغيتوا تعتبروها هكا اعتبروها، أنا هذا شغلكم. شكرا. إذا الموافقون 75، المعارضون 143، ممتنعون لا أحد. أعرض المادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. 143 موافقون، معارضون ولا ممتنعون؟ ممتنعون. إذا معارضون لا أحد، ممتنعون 75. المادة 10 ورد بشأنها تعديلان من لدن فرق المعارضة. رقم التعديل 12. سي حجوج تفضل. نعم السيد الرئيس. احنا التمسنا او التعديل يرمي الى حذف عبارة مستديم، لان العبرة ليست بجسامة، العبرة بجسامة العجز الذهني او البدني وليست بالمدة، ولذلك قلنا يجب حذف هذه عبارة مستديم. بالنسبة للتعديل الذي يليه كذلك اضفنا حالة التنافي وهي صدور احكام جنائية او جنحية والتي من شأنها يعني شريطة أن تكون نهائية والتي من شأنها أن تفقد كذلك العضوية في الهيئة. شكرا. كلمة السيد الوزير. تعديلان المادة 10. خير. دابا هذا دخل مسطر هذه المحكمة. غير قابل لما قابلش السيد الوزير كاع. لا دخل مسطر هذه المحكمة في الرشوة. نخليه حتى تحكم عليه المحكمة نهائية في المحكمة ديال الرشوة. شنو الحكم النهائي؟ هذه مؤسسة عندها واحد المعنى، عنده
مسؤولية أخلاقية. إلى مشى للمحكمة من دخل من اللي لا راه قدمهم بجوج السعب لطيف السعب لطيف السعب لطيف راه ما بغيتش نجاوبك كتقول شي حوايج وما بغيتش نجاوبك على هادشي بس ما كاين لا لا نجاوب مستعد ولذلك الحكم النهائي بمعنى غيبقى جالس تما وكان الموقف أخلاقي أو حنا بعدا كنصعبوا هادشي راه 12 الناس راه 12 الناس هاد السيد غادي يكون مقدم للمحكمة في قضايا ديالو ماشي معقول. ثانيا حنا كاتبين ذهني مستديم عندها واحد المعنى راه دابا هادشي من ناحية طبية راه عنده واحد العدد الحالات حتى تثبت عنده واحد الغياب وكذا وداكشي عاد كيتعتبر حيد لي مستديم يكون ديبريسور غير في حاجة ديبريسيف واحد الحاجة خفيفة تحيدو هو رجل مهم أو مرأة مهمة. شكرا. أحد معارضي هذا التعديلين تفضل السيد الرئيس. السيد الرئيس احنا بغينا نمشيو بالسرعة المطلوبة لكن بعض الأمور كنظن كيخص فيها شويه ديال التوافق والتفهم فيما يتعلق بالعزل البدني أو الذهني. معروف كيدوز بفترات اي مرض كيدوز بفترات كيبدا بحاله حاده كيولي مؤقت وكيولي مستديم ولذلك هذا العز والسيد عنده عز بسبب الرواح شد فيه لمده 15 يوم حيدوه ولا عز ذهني كاع ذهني اصابه واحد حاد ذهني غادي ياخذ الدواء ديالو لمده معينه لن تتعدى في أحسن أحوال ثلاث أشهر في أسوأ أحوال ثلاث أشهر وكيرجع لحالته الطبيعية لأن الدهنيك بحالك بحال روح تا هو كيداوى هذا الطبيب كيدوي دابا أيه ولذلك مستديم ضروري ولذلك مستديم كيخصها تبقى ما يمكنش الناس نحيدهم حيت عندهم عز قد يكون حادا أو مؤقتا خصو يكون مستديم. شكرا سي وكاين هو اخت حسنة نسمعوك ولكن بعد الشرح الذي ادلى به السيد الرئيس راه كاين اشكال هو حتى طبيا اللي ياخذ او هو سوء تريتمون هكا من هذا الشكل لا يمكنه ان توكل اليه مهام بهذا الشكل يعلق اشتغاله على الملفات وراه هادشي اللي كيعنوا تعديل ديال المعارضه يعلق اشتغاله على الملفات طيله مده الاستشفاء بهذا النوع من الادويه ولكن ماشي التعليق معك ولكن يجب التنصيص عليها لانها هاد الانواع من الادويه كما تحدث عنه السيد الوزير في لي زونتي ديبريسور الجميع يعرف على انه في حالات معينه كيكون غير قابل وغير اهل للمسؤوليه ولكن لا ولكن على الاقل اعطونا ضمانات انه في مرحله هذا الاستشفاء واللي هو تحت تاثير عقارات طبيه ديال الطابلو يجب ان يؤكد عليها فقط وشكرا. اذا اعرض هذين التعديلين للتصويت. التعديل الأول موافقون 75 معارضون 143 الممتنعون لا أحد. التعديل الثاني أعرض التعديل الثاني للتصويت الموافقون 75 معارضون 143 ممتنعون لا أحد. أعرض المادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة الموافقون 143 معارضون لا ممتنعون ما عرفش إذا معارضون لا أحد ممتنعون 75. أعرض المادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. المادة 12 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق المعارضة رقم التعديل 14 أحد مقدمي التعديل تفضل السيد النائب. سيد رئيس غير هذا التعديل يتعلق بالنصاب فقط اقترحنا النصف والثلث. شكرا. حكومة الحكومة متمسكة بالمقترح ديال اللجنة اللي حتى هو فيه صيغة مشتركة نصف على الأقل. شكرا.
مؤيدي معارضي التعديل، لا احد مؤيدي التعديل، لا احد يسحب التعديل ولا التصويت. سي حجوجي التصويت، اعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 75، المعارضون 143، ممتنعون لا احد. اعرض الماده 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. الموافقون 143، المعارضون لا احد، ممتنعون 75. اعرض الماده 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه اجماع. المادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. المادة 15 ورد بشأنها تعديلان من فرق المعارضة، كلمة لأحد مقدمي التعديلين ولا التعديل. سي حجوجي، سي شكون؟ سي حجوجي تفضل. شكرا سيد الرئيس. بالنسبة لهذا التعديل يرمي إلى إضافة البند الأخير يباشر، أي الرئيس يباشر جميع الإجراءات التحفظية باسم الهيئة حفاظا على ممتلكاتها. هذا التعديل يرمي إلى تجويد النص واستعمال عبارات قانونية، ذلك أن الرئيس قد يلجأ إلى إجراء حجوز تحفظية حفاظا على ممتلكات الهيئة. بالنسبة للتعديل الثاني الأخير كذلك إضافة والدفاع عن كافة مصالحها، يعني تحديد صلاحية الدفاع عن ممتلكات الهيئة لتشمل الدفاع عن جميع مصالحها المادية والمعنوية. شكرا سيد الرئيس. كلمة للسيد الوزير. الحكومة قابل ما قابلش؟ احنا كنعتبروا ان التعبير اللي كاين كيضمن هادشي كله اللي قالوا سيد النائب، يقوم بجميع الاعمال التحفظية باسم الهيئة المتعلقة بممتلكاتها. شكرا. والتعديل الثاني؟ التعديل هو في التعديل فيه جميع. اذا احد معارضي هذين التعديلين، لا احد مؤيدي هذين التعديلين. اذا الموافقون 75، المعارضون 143، الممتنعون لا احد. اعرض التعديل الثاني للتصويت. الموافقون 75، معارضون 143، ممتنعون لا احد. اعرض الماده 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنه. الموافقون 143، معارضون 75، ممتنعون لا احد. المادة 16 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق المعارضة، الكلمة لأحد مقدمي هذا التعديل. 17 سي حجوجي. السيد الرئيس الأمر يتعلق بإضافة عبارة من بين أعضاء مقررين من بين أعضاء الهيئة أو من بين أطور الهيئة أعمال التقرير من صميم مهم الهيئة، إذ لذا لا ينبغي حصرها فقط في أطور الهيئة وحدهم، وهم إداريون تابعون الرئيس وبالتالي يفتقرون إلى الحياد والتجرد في إعداد تقارير. شكرا. سيد الوزير حكومة. احنا ما يمكنناش نقبلوا هذا التعديل وموافقين على الصيغة اللي جات بها اللجنة، لأن هذا التعبير هذا كيغير مجرى هذه المؤسسة. شكرا. شكرا. أحد معارضي هذا التعديل؟ لا أحد. مؤيدي التعديل؟ لا أحد. أعرض هذا التعديل للتصويت. الموافقون 75، معارضون 143، ممتنعون لا أحد. أعرض المادة 16 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة. الموافقون 143، المعارضون 75، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 17 للتصويت إجماع كما صادقت عليه اللجنة بطبيعة الحال. أعرض المادة 18 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. أعرض المادة 19 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. المادة 20 ورد بشأنها تعديلان من لدن فرق المعارضة، تعديلين 18 و 19. أتقدموا بجوج السيدة النائبة ولا واحد واحد؟ أنا عندي 18. نعم؟ غير واحد، واحد بواحد سيدة. تفضل سيدة النائبة. سيد الرئيس، سيد الوزير، هذا التعديل يخص قرار الحفظ، لما يتخذ رئيس الهيئة قرارا بحفظ الشكاية. أضفنا فقرة جديدة، هذا القرار ديال الحفظ المتخذ من طرف الرئيس لا يحول دون مبادرة المبلغ أو المشتكي إلى توجيه الشكاية أو الوشاية إلى القضاء المختص، على اعتبار أن قرار الحفظ الصادر عن رئيس الهيئة ليس قرارا قضائيا، وبالتالي يجوز لتكرار تقديم الشكاية أو الوشاية مجددا إلى النيابة العامة، طالما أن قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة هو قرار مؤقت يمكن الرجوع فيه. فإذا المبلغ علم بأنه في حالة حفظ قراره من طرف حفظ شكايته من طرف رئيس الهيئة ربما قد لا يشجع لتقديم الشكاية، لعلمه أنه في حالة الحفظ لا يجأ للنيابة العامة،
وإذا أضفنا هذه الفقرة سنحصن المشتكي حتى يتمكن من تقديم شكايته. الحكومة سيد الوزير. سيد الرئيس، هذا الفصل كذلك راه مهم جدا، ولذلك راه عدلات اللجنة، وكنقول عدلات اللجنة ولكن راه الجميع كيعرف كيفاش تم التعديلات، وناقشنا مع جميع الأطراف، حاولنا نوصل لواحد الصيغة، ولكن دابا هذا النص راه أصبح مخالف للنص اللي مقدم للمجلس، لأنه النص الجديد يعرض رئيس الهيئة ملف القضية المتعلقة بحالة من حالات الفساد على المجلس للمصادقة. لما تلاش كيبت؟ كيبت من بعد مداولة المجلس وتقول المصادقة عاد كيحيل على النيابة العامة. أما فيما يخص المشتكي هذا حق الدستوري يمشي للقضاء وقت ما بغى، شكون اللي كيمنعو؟ واش حيت داز في المجلس الهيئة ما عندوش الحق يمشي للقضاء؟ اللي درنا جديد هنا في هذه الهيئة وهي اللي خصها نقتنعوا بها كاملين، ما يمكنش واحد يمشي للقضاء ويحط الملف في القضاء ويعاود يجي يحطه في الهيئة، لابد يثبت بين انه ما حطوش في القضاء، لانه لو الناس كيطعنوا في قرارة القضاء وعاد كيلجؤوا لهذه الهيئة، هذه الهيئة ما عندهاش الاختصاص باش تمس في قرارة القضاء، لذلك خصنا نحضي واش كنقولوا. دابا هذا التعديل كان صالح ملي كانت عندنا داك الصيغه الاولى، ملي دارت اللجنه صيغه اخرى راه ما بقاش صالح، لانه الرئيس ما تلاش كيبت، المجلس اللي كيبت. شكرا. شكرا. الكلمه لاحد معارضي هذا التعديل؟ لا احد. مؤيد التعديل السيده النائبه غتأيد؟ حتى نرفع اللبس على هذا، حنا كاين ملي كانت تقرا بعد الصياغه اعضاء اللجنه حنا ما عرف بحال هذه العباره ديال الحاليه والمستقبليه، القوانين الحاليه والمستقبليه، لو سمعنا هذه العبارات السيد وحنا كلهم اعضاء اللجنه متخصصين غيخليوها تدوز السيد الرئيس حفاظا غير على السمعه ديال مجلس النواب؟ ما نخليوهاش، لان ما يمكنش حنا نخليو مسائل. حنا ملي السيد الوزير كان حسن النيه، لانه شنو صرح؟ قال لك القوانين ملي الساده النواب طرحوا المساله انها غادي تاتي واحد القوانين، مشاريع قوانين اللي غادي نصدقوا عليها القانون الجنائي والمسطره الجنائيه، وغادي عاود نرجعوا مره اخرى وغادي نمشي للمحكمه تقتضي اننا دائما نعاودوا. اذا السيد الوزير صرح بانه حنا باش نتفاداو كاع القوانين اللي غادي تجي هما اللي كان سامع كتب الحاليه والمستقبليه، وحنا لا تنبا لنا السيد الرئيس، وفي هذه المساله هذه ما سمعناش حنا هذه الصياغه ديال هذا، اذا لا علم لنا. حنا جبنا بالتعديلات ديالنا ديال المعارضه وكنحاولوا اننا نقراوها ونعرضوها عليكم، لذلك حنا ما عندناش شي ذنب في هذه المسائل هذه يا سيد الرئيس. اذا كانت شي صياغه جديده اللي انتم راه عندكم نشوفوها، ما يمكنش حنا هو السيد الرئيس واش وزعتوا علينا بعد التقرير؟ حنا ما عندناش التقارير، وهذا حق النواب باش يكون عندهم تقارير، كيقولوا لنا التقرير وزع ولا يوزع. لا السيده النائبه خف شويه ما تقلقش، خلي شوف السيده النائبه، هو الاشكال، انا الاشكال ماشي بكل صدق، الاشكال في الاداره ديال الفرق، مديري الفرق هذا من الاشغال ديالهم. مجنة تصادق اللجنة دابا غير عمليا، داكشي قلت الساعة لطيفوها بقبيلة، ولكن ما فيها باس نتناقشوا فيها بشكل مسؤول باش نصلحوها. اللجنة تصادق على صيغة، وكيجيبوا الصيغة ديال الأولى ديال فاش نزلتوا التعديلات، ماشي كيجي الصيغة اللي صادقات عليها اللجنة ويدير عليها التعديلات. هنا فاش كنتفق معك السيد النائب، وهذا الشغل ديال الإدارة غنسهروا عليه، راه هنا كتجاوز الجميع، وهذه طريقة تقليدية متجاوزة وخصنا نصلحوها. على الأقل نحترموا أشغال اللجنة، كيجي النص الأصلي يتحول إلى نص آخر بعد مصادقة اللجنة، نحترموا هذا العمل ونقدموا التعديلات في الجلسة العامة بناء على هذاك التعديلات اللي كتجي باش اللي قابلها كيقبلها واللي ما قابلهاش ما كيقبلهاش، أو يصيغها بصيغة أخرى، المهم هذا غادي يكون عندنا فيه نقاش فيما بعد. إذا أعرضوا دا ما كاين مشكل دابا، حتى دابا ودابا حنا غادي نطرحوها للتصويت. السي عبد اللطيف، السي عبد اللطيف عطينا شي قيمه مضافه، عاوننا باش نحسنوا الاداء، وحقيقه تاريخيه سيدي مطلقه كاع
إذا أعرض المادة التعديل الأول للتصويت. المادة الموافقون 75، معارضون 143، ممتنعون لا أحد. التعديل الثاني السيدة النائبة. السيد النائب، تعديل 19، عاونونا باش محترم. إذا تبين، إحنا كنقترحوا حذف هذه الفقرة، لأنه إذا تبين لرئيس الهيئة أن موضوع التبليغ أو الشكاية لا يدخل في اختصاص الهيئة، قام بإرشاده حسب ما يتضمنه موضوع التبليغ أو الشكاية. علاش التبرير؟ لأن لتفادي تدخل اختصاص الهيئات بخصوص إرشاد الأشخاص إلى اتباع مساطر دون أخرى، لأن إلى من مهام واختصاصات الهيئة أنها سترشد الأشخاص، يعني غتولي بحال هيئة اللي غادي تدخل في الاختصاص تاع القضاء أو توجيه المحامين. يعني هذه المسألة هذه حنا كنا اقترحنا باش تحذف هذه الفقرة باش يبقى الاستقلالية ديال الهيئة. وشكرا. السيد الوزير نفس الجواب. احنا ما مقتنعينش، لأن هذه الفقرة هذه كتعني عدم التضارب بين مؤسسة الحكمة، هذه هي المعنى ديالها. شكرا. ماشي مع القضاء، القضاء راه قاب الطريق ديالو، غير كاين لا اسمع بلا ما نشرحوا مؤسسة الحكمة، وهذه من ضمن مؤسسات الحكمة، ما يمكنلاش تسطو على مهام أخرى. كيقول ليه تمشي عند الوسيط، تمشي عند المنافسة، تمشي عند حقوق الإنسان. إذن معارض لهذا التعديل، مؤيد، تفضل السيد النائب. السيد رئيس، السيد الوزير، شتي القضاء بجلال قدريه ما تيحيدكش، كيقول عدم الاختصاص وكيسكت، لان من حيت ترشد كتولي عندك سلطه لهذاك الصفه اللي صيفطتي، كتولي تلزمو. وهاد المؤسسات ديال الحكمه متساويه، ما عندوش حق يرشدو، غير يقول انا مختص ولا يقول انا غير مختص، ودبر راس الراجل يمشي يدير شغلاته. من حيت تقول ليه سير لهنا كتلزم هذيك المؤسسه الاخرى. الا كان القضاء كيمنع، الاحكام القضائيه كتمنع، يقول القاضي انه انا غير مختص، المحكمه الاداريه مختصه، المحكمه التجاريه، فما بالك بمؤسسه اداريه مستقله. لهذا راه ماشي العكس، هذا التوجه اللي غادي فيه درتو خلقتو مشكل اخر، لان من حيت غتحيني انا على هذاك المنافسه، ويقول لي المنافسه لا، ايوا عاود تصيفطي لواحد اخر، وعاد ندور فيهم انا كاملين. دير شغلك وماشي شغلك في الخدمه ديالي، مؤسسه كل مؤسسه عندها خدمتها، وما خص وحده تدخل في وحده ولا وحده توجه وحده. شكرا. ورغم ذلك الموافقون 75 والمعارضون 143، ممتنعون لا احد. الاعريض الماده 20 للتصويت كما صادقت عليه اللجنه، الموافقون 143، المعارضون 75، ممتنعون لا احد. الماده 21 ورد بشانها تعديل، التعديل رقم 20. السيده النائبه. تفضل. السيد الرئيس، السيد الوزير، هذا التعديل حتى هو كيتعلق، لان الى لاحظتوا غيكون واحد التداخل ديال هذه الهيئات، مجلس على الحسابات، الهيئه الوطنيه لمكافحه الرشوه، القضاء، كاين واحد التداخل. وما دام حنا عندنا الفصل الاول من الدستور ينصوا على فصل السلطات، فهذه المساله ديال النيابه العامه حنا ما عندناش، لان النيابه العامه عندها استقلاليه. السيد الرئيس، راه عندنا استقلاليه القضاء، ما يمكنش يجي شي حد ويبزز على النيابه العامه بعض المسائل اللي حنا كنعتبروها تدخل في استقلال القضاء. والشيء بالشيء يذكر، هذا الفصل هذا اذا تبين لرئيس الهيئه ان التبليغ او الشكايه التي توصل بها تتضمن معلومات تستوجب التدخل فورا لمعاينه حاله من حالات الفساد المنصوص عليه في الفصل الرابع، عين مقررا بتحرير المحضر، يعني ها المهام بعدا ديال الضابطه القضائيه والنيابه العامه، ويحيل مباشره على النيابه العامه المختصه، وينبغي، يعني هذه ينبغي جات بصفه امره. حنا وشنو جبنا التعديل السيد الرئيس المحترم؟ غير باش نحترموا الفصل الاول من الدستور اللي كيشير لفصل السلطات، جبنا وللنيابه ولهذه الاخيره النيابه العامه باش نعطيو لها المبدا ديال الاستقلاليه لهذه، باش ما يبقاش صفه الامر الهيئه ديال الرشوه غادي تبدا تامر النيابه العامه، وهذا يعني هذا غتدخل في استقلال القضاء. لذلك حنا قلنا بان لهذه الاخيره احاطه رئيس الهيئه علما بما اتخذته من تدابير بتحريك المتابعه او الحفظ. وشكرا سيدي. شكرا السيده النائبه. للحكومه السيد الوزير. كيف قلت قبيله السيد الرئيس، هاد الاستاذه شاركت مشاركه دقيقه في اشغال اللجنه، واعطتنا فرصه باش نعاودوا نوضحوا للراي العام من خلالكم شي حوايج اللي عكس ما كتب في الصحافه وكيتقال في الاذاعه. اش كنقولوا؟ إذا تبين لرئيس
أن التبليغ أو الشكاية التي توصل بها تتضمن معلومات تستجيب التدخل فورا، عكس ما كانوا كيقولوا الصحف أن عندها المبادرة ديال التدخل الفوري في الموضوع لمعاينة حالة من حالة الفساد المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون اللي حررناها جميع تحرير شامل، عين مقررا ليقوم بتحرير محضر ليس بالضابطة القضائية، لا محضر ديال الضابطة القضائية للشروط دياله، هذا محضر معاينة بذلك ويحيل القضية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، لأنه القضاء هذا شغل القضاء، ولكن هاد الهيئة كيقولوا أنه إيوا ولا ما دارش القضاء الشغل ديالو ما يجاوبش، لا عكس ما كانوا كيقولوا هذوك الناس اللي كانوا باغين ما عرفتش قانون آخر ما عرفتش كيبغي يديروا ليه. إحاطة رئيس الهيئة علما بما اتخذته من تدابير أو قرارات بشأن القضية المحالة إليها، هذه الوجوب على النيابة العامة أنه تجاوب واحد المؤسسة حفظت ولا أنا دايرها في المسطرة. شكرا. إذن قبل التعديل ديال السيدة النائبة السيد الوزير، هاد المرافعة كلها باش تقول السيد من رأي معارض ها التعديل معارض للتعديل، تفضل سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. هذا نقاش قانوني، يعني ضروري أن نناقش مثل هذه القوانين ولتتضح الرؤية فيما يتعلق ما أراده المشرع الدستوري من هيئة الحكم. الإشكال هو أنه ربما العديد من يعتقد بأن هذه المؤسسة التي تندرج ضمن مؤسسة الهيئة الحكمة أنها مؤسسة قضائية. لا بد أن نحترم فصل السلطات، هناك مؤسسة دستورية وهي المؤسسة القضائية بما فيها النيابة العامة، لها اختصاصات محددة وفق الضوابط والمقتضيات القانونية، وهناك هيئات للحكمة جاءت بالعديد من الاستراتيجيات فيما يتعلق بمحاربة الرشوة والنزاهة والوقاية منها إلى غير ذلك. وأعتقد بأن المقتضيات الدستورية واضحة في هذا المجال من اختصاصات وآراء مخولة لهيئة الحكمة، وكذلك ما أنطه الدستور للمؤسسة القضائية. وأعتقد بأن ما جاءت به الحكومة في النصير الأصلي هو يعني الصحيح والصائب في هذا الاتجاه. وشكرا. مؤيد لهذا التعديل؟ كان نقاش مع سيد الوزير، اسمح لي. لا هذا النص هذا أنا متأكد إلا مشينا للمحكمة الدستورية أطردوا، أنا متأكد هذا النص. علاش؟ لأنه هذا الفصول هذه الكحل اسمعني باش تحكم عليا حتى انا واش انا بليد ولا ذكي. انا ملي كنسمع المجلس الدستوري من عند سعد الطيفوا بك كيعجبني الحال، خلينا نسمعوا. لا لان كاين باش نقول كاين المحضر، كاين كلمه محضر 290 من القانون المصري للجنائيات والتقبه المضمونيه، هذا ما هو البطوقيه ديالو، محضر يسجل محضرا غدا وستعاين جريمه غادي تخرج فورا، واللي خصو يخرج فورا الى الهيئه عندها واحد العلم بالجريمه ستبلغ النيابه العامه لا تخرج، لان المحاضر ديالها ما يمكنش تعرف فيها الا بالزور. هذه غادي تمشي تعاين واحد الجريمه غادي واحد المحضر ما عندها حتى وثوقيه، عاد تصيفط النيابه العامه، احترقت الوسائل الاثبات عاد تصيفط النيابه العامه، راه ما يمكنش كاين شي مشكل. الى عندها واحد العلم بوقوف الجريمه تبلغ النيابه العامه، لان النيابه العامه ولا قاضي التحقيق، لان الوكيل العام قاضي التحقيق هما اللي كيخرجوا، تيمشي ولا الضابطه القضائيه كيمشيو يعاينوا كيديروا محضر. وموثق وفق المادة 290 إذا كان في إطار الجنحي إذا كان في إطار الجنائي للاستئناس مع وسائل إثبات أخرى. ولكن الآن السيد الوزير من حيث غتخرج هذه المؤسسة باش تعين واحد الجريمة ودير لها واحد المحضر، كيفاش بغيتي أنت هذا المحضر غدا تستعملوا النيابة العامة ضد شي شخص وهو غير قبيح حتى طالب الزور لأنه مجرد وثيقة؟ هذه المسألة الأولى اللي جات في الفصل، المسألة الثانية اللي جات في الفصل، النيابة العامة كتجاوب شكون السيد الوزير؟ شكون كتجاوب النيابة العامة؟ إما المشتكي اما المطالب بالحق المدني، وهي في النيابه العامه ما كانش مطالب بالحق المدني لان عند قاضي التحقيق
إما المعني بالأمر باش وصيفة غادي تجاوب مؤسسة اللي هي النيابة العامة واحد المؤسسة أخرى تقول لي راه الجريمة اللي بلغتي لها وقع فيها كذا، وهذه أسرار الناس وأسرار البحث وتجهد تعطي لها المؤسسة، وهذه المؤسسة تبلغها للرأي العام في التقرير ديالها باش ضمنتيها باش ضمنتي عطيني باش تضمنها، ما هو المانع اللي عندك في الفصل؟ عطيني المانع اللي عندك في الفصل. تقوم بتقديم تقارير حول الاعمال التي تقوم بها، راه خطير. احنا انا راه هذا السؤال اللي كنطرحه من الاول السيد الوزير، كان ديما كيقول انا اتفق معك. ما هو موقع هذه المؤسسه تجاه سلطات العداله بما فيها النيابه العامه؟ راه لحد الان ما حسمتوش، وغادي تشوف غادي يوقع في هذا القانون اذا كانت المعارضه عندها القدره تمشي للمجلس الدستوري، اذا كانت عندها القدره المعارضه تشوف غادي يوقع فيه. لانه احنا ايه احنا زعما كاين عندنا القدره احنا العلميه، احنا اللي عندنا القدره نمشيو للمجلس الدستوري، وغادي تشوف وغادي تشوف اش غادي يقول لك المجلس الدستوري، لان مهمته هو حمايه مؤسسه مستقله وحمايه كذا. شكرا شكرا. الموافقون 75، المعارضون 143، الممتنعون لا احد. عارض الماده 21 للتصويت كما صدقت عليه اللجنة، الموافقون 143، المعارضون 75، ممتنعون لا أحد. عريض المادة 22 للتصويت إجماع. عريض المادة 23 ورد بشأنها تعديل من لدون فرق المعارضة، الكلمة لأحد مقدمي التعديل سي حجوجي. سيد النائب. سيد رئيس، بالنسبة لهذا التعديل يتعلق فقط بحصر الأجل داخل أجل شهر، الغاية من ذلك هو البت بسرعة، لأن عدم تحديد الأجل مش عليه أن يترك الملفات دون البت فيها. شكرا. شكرا سيد النائب. السيد الوزير نفس الجواب. اعتبروا بأنه ما يمكنش حصر الأجل في شهر، لأنه كل حالة من حالة الفساد تطلب تحري وتحقيق خاص به، ولذلك عند إحالة على المقرر الرئيس والمجلس هو اللي كيحدد ليه الاجل باش يجيب اسمه. ولكن الا مشيتي لي زافير فينانسيير والشهر غيقدك في لي زافير فينانسيير. شكرا. احد معارضي هذا التعديل؟ لا احد. مؤيدي التعديل تفضل. انا نعطيك التخوف السيد الوزير، انا غير قول لي بدير غادي دير البحث داخل اجل التقادم، ماشي جدا عاد حتى يفوت التقادم ونحل فيه. ضمنتيها مع هادو؟ كملتي في ساعة كنتي كتعاوني كتخليني نقرا ملي كتكون الموافقون 75، المعارضون 143، ممتنعون لا أحد. عارض المادة 23 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة، الموافقون 143، المعارضون لا أحد، ممتنعون 75. عارض المادة 24 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة إجماع. المادة 25 ورد بشأنها تعديل من لدن فرق المعارضة، الكلمة لأحد مقدمي التعديل سيد النائب سي حجوجي. أعتقد أنه ورد في النص الأصلي بت رئيس الهيئة، الرئيس لا يبت بل مجلس الهيئة فقط، رئيس يعني مجلس هو الذي يبت. سيد الوزير. راه ما بقاش هذا النص، راه ولا نص اخر ديال اللجنه، راه هي وراه كلشي. المهم سحب، تم السحب والتعديل. اذا اعرض الماده 25 للتصويت كما صادقت عليه اللجنه اجماع. اعرض الماده 26 للتصويت كما صادقت عليه اللجنه اجماع. اعرض الماده 27 للتصويت كما صادقت عليه اللجنه اجماع. عريض المادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. عريض المادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. عريض المادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. عريض المادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. عريض المادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. عريض المادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. عريض المادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. عريض المادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. عريض المادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. عريض المادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. المادة 38 ورد بشأنها تعديل من لدون فرق المعارضة،
نعم. كلمة لأسي حجوجي. السيدة النائبة فوزية تفضل. نقترح فقط عوض الاكتفاء بتقاضي أعضاء الهيئة تعويضا على المهام التي يحددها المرسوم. نقترح أن نضيف تحسينا لأعمال لأعضاء الهيئة ولنزاهتهم أكثر، أن يتقاضى أعضاء الهيئة تعويضا عن المهام يحدد بمرسوم ودون أن يقل هذا التعويض عما يتقاضونه من أجر أو تعويض قبل إلحاقهم بالهيئة. السيد الوزير. حنا ما يمكنناش نقبلوا هذا التعديل لأنه هذه خصنا المرسوم أو الميزانية نتصوروا واحد كان رجل أعمال وكيتقاضى 100 مليون نزيدو 100 مليون درهم ماشي قبل هذا الشيء. سمحونا ما قابلينش حنا هذا التعديل. معارض تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس، هذا المجلس صادق على عدد من المؤسسات الدستورية وكذا عدد من الهيئات المستقلة وكلها بما فيها الحكومة. درنا لأن هذا الشق تنظيمي، إذا دخلنا في الشق التنظيمي وكنحددوا شنو خصو يكون في الشق التنظيمي، كل القوانين اللي دوزنا قوانين تنظيمية أو عادية تتعلق بالهيئات فيما يتعلق بالأجرة قلنا تحدد بمرسوم كلها. غنجيو حتى لهذه ونديروا أكثر زعما ما عندها معنى. شكرا. مؤيد. سي عبد اللطيف جلس. سي عبد الله تفضل. السيدة النائبة. لأؤكد على أن في القانون ديال المحكمة الدستورية أكدنا على أن الأجر ديال الأعضاء لا يقل عن أجر النواب. بتفرق. الموافقون 75، المعارضون 143، الممتنعون لا أحد. أعرض المادة 38 للتصويت. الموافقون 143، المعارضون لا أحد، ممتنعون 75. أعرض المادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. أعرض المادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. أعرض المادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. أعرض المادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. أعرض المادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إجماع. تعدين من لدن فرق المعارضة يهم إضافة مادة جديدة. تسحب. تسحب. أعرض المشروع القانون برمته على التصويت. إجماع. ها؟ لا. تينا. إذن الموافقون 143، المعارضون لا أحد، الممتنعون 75. صدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 113-12 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة من الوقاية والوقاية من الرشوة ومحاربتها. نعم السيد الرئيس. تفضل السيد الرئيس.